صبحكم الله بالخير، يا هلا ومسهلا ومليون هلا. انا اسف اذا فصل اللايف بعد شوي، بس لان ناطر اتصال من روجينا بس تكون جاهزه علشان نطلع لايف. احنا اسفين على التاخير، تاخير غير مقصود ابدا 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 ابدا، بس شويه فروقات بالوقت، لان حاليا بمصر الساعه 12 مو الساعه 1، وبالكويت الساعه 1، فصار في شويه عندنا لخبطه بالوقت انا وروجينا. بانتظارها الحين بس تكون جاهزة علشان نبلش وياكم. لين ما تكون روجينا جاهزة خلوني أسولف وياكم، خلوني أسمع آرائكم، خلوني أشوف منو تبون بعد خلال الأيام الجاية، لأن احنا مجهزين مجموعة أسامي إن شاء الله بيكونون ويانا لايف في برنامج ساعة واحدة، يعني باتشر عندنا لايف عقب باتشر أوف، والخميس والجمعة إن شاء الله بيكون عندنا لايفين. صبحكم الله بالخير كلكم، يا هلا يا هلا يا هلا. شذى العثيمين صباح الخير، دائما اسئلتك باللايف عجيبه على فكره. غازي يا حبيبي صباح الخير، انا بمصر، لا انا بالكويت مصطفى حبيبي، بس انا مو حاسب حساب مصر، يعني احنا اتفقنا ان الساعه 1، ما رتبنا اذا الساعه 1 بتوقيت مصر ولا الساعه 1 بتوقيت الكويت، اوكي؟ بس هي الساعه 1 بتوقيت الكويت تطلع الساعه 12 بتوقيت مصر، فلما كلمتها كان تقول لي ايه ده هو كمان ساعه، طلع الغلط مني انا ما رتبت الوقت عدل. على العموم صبحكم الله بالخير، طلال ملك، ابو سعود، حبايبي اهلا وسهلا، ابو حربي، يلا كتبوا اي سؤال تبونه، بقعد اجاوب اسئلتكم انا على ما روجينا تكون جاهزه، هي المفروض انها يا تكلمني يا تدش لايفي على طول. يعني هاي طلال ملك، هاي فاطمه حماده، اهلا وسهلا، الله قل زواره، قلبناها زواره، كل من قاعد يسلم على كل من الحين، احب كذي. اوكي، حسين غملوش صباح الخير، حسين غملوش مخرج اللي قاعد يشوفونا على مارينا اي بالتلفزيون، علاوي الدوب صباح الخير. هلا وغلم صدقكم كيف نقعد نسلم على بعض طول اللايف، بس كذي. دينا صديقتي صباح الخير حبيبي، يا هلا يا هلا. زين اوكي كذي، بس انتم كل واحد بيقعد يكتب هاي حق الثاني. زين يلا نقعد نسولف شويه على ما روجينا تكون جاهزه. طلال ملك، بس سلمت على كل اللي باللايف، جاهز حق العيد بدون يمعات؟ اي جاهز، بدز لينكات حق ربعي بعيادي هيوم، اعطوني لينكات طلال ملك يوز. متى راح نطلع لايف سوا؟ والله مصطفى متى ما انت تبي. محمد المضف حبيبي صباح الخير، هنادي صباح الخير، متى اتوقع يخلص الحظر؟ يا رب ان شاء الله ان شاء الله عقب ما يخلص الكل نطلع على طول احنا ونرتاح يعني، ونرد مره ثانيه حق شغلنا وحق طلعتنا وحق ايامنا الحلوه وحق هذا كله. يا رب. روجينا صارت جاهزه، لغايه الحين روجينا مو عندي باللايف، فانا انطرها ان شاء الله بس تصير جاهزه. كم عيديتها يوم؟ الله انت وشطارتك، انا اللينك اللي بدزه حق كل واحد بعشر دنانير، كل واحد يعيد عشر دنانير احتراما للظروف يعني، عادي اذا بدز حق احد لينك بعشر دنانير ما راح يعطيني، لا ما مو حلو، راح يصير مو حلو الموضوع. اهلا وسهلا روان شلهوب صباح الخير حبيبي، عووش شلونكم يا عمري، اي صدق شلونكم يا عمري. دورها بالمسلسل يعني اش كثر بسولف عنه ما راح يكفي، صج اش كثر بسولف عنه ما راح يكفي. طبعا شذا وهنادي وعمر وطلال وحمود عنزي يذكرون لما قابلناها السنة اللي طافت، روجينا كانت ضيفتنا في برنامج ممكن نتعرف اكثر السنة اللي طافت، كانت المقابلة عجيبة بشكل، عشان كذي انا حابها. اللي قاعد يسأل ليش متأخر اليوم، متأخرين بس لان في عندنا ترتيبات بالاوقات بيني وبين روجينا، بانتظار بس الموضوع يكون تمام وتتصل فينا وتقول انا جاهزه يا عمري، حناخدها على طول يا عمري، على طول حناخدها يعني، بس بمجرد ما ان هي تكون جاهزه او تتصل فيني تقول لي ان هي جاهزه. عاد ايش كثر بياخذ الوضع، ربع ساعه نص ساعه ما ادري. دانا الحمادي ما نسيتك بلا عياره، استقبل عيادي مو على اساس توظفت ماكو عيادي للحين انا الجاده. اي والله اقول لكم شيء، اللايف اليوم صاير زواره بيني وبين كل اللي احبهم، كل ربعي موجودين باللايف. صباح الخير صباح الخير. دورها صج مو بطولة بس أبدعت، لا والله بطولة، أنا أعتبرها بطولة. دانا سريع صباح الخير، عمر العليان فلوسك وايد نبي عيادي. تقعدون تدحرون بعض أنتوا بالكومنتات، خلاص قعدوا دحروا بعض أنتوا بالكومنتات على ما أنا يجي لي تليفوني وأبلش المقابلة، خصوصا أن الأسئلة اليوم أنا وايد مشتط عليهم يعني، من صجي أحس أن المقابلة راح تكون وايد حلوة. دانا الحمادي يعطيك العافية على الأعداد العجيب، صج أعداد عجيب اليوم حق روجينا، فبمجرد ما ان شاء الله تكون هي جاهزه احنا راح نكون جاهزين ونبلش. صباحو يا عنزي صباحو يا حبيبي، نبي عيديه نفس السنه اللي طافت دينار، انتو عطيت، انا عطيت عيادي السنه اللي طافت، انا ما اعطي عيادي بالعاده،
يعني اعطي عادي حق عيال اخواني وعيال خواتي وشي، بس انا ما اعطي عادي بشكل عام. يعني ما اعطونا اجازه الاذاعه، احنا حاليا مو بالسيارات بس احنا موجودين باللايف، موجودين بقناه اليوتيوب، قاعدين نقدم كونتنت وايد خلال الفتره هذه، فنعتبر اجازه على نص اجازه، يعني هي مو اجازه كامله، كلش مو اجازه كامله. رغدان صباح الخير حبيبي، شنو كلامي ما يطلع من بلا فصام، ايش قاعد تكتب؟ حمني الكوت صباح الخير حبيبي، صباح الخير، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. خلاص يا جماعه بيصير الموضوع عياديكم، خلاص راح اعطي عيادي حق الكل. اوكي صدق اعطيت دينار، شكرا عمور ذكرتني، والله ما اذكر اصلا بالعيد بروح الصاله، انا ادري اني جايب دشداشه حق العيد بس ما جايب غترة وعقال، كلش ما جايب غترة وعقال، يعني مو جاهز حق الغترة والعقال والنسفه وغيره، بس اللي اعرفه ان تطبيق مشتاق لعيونك راح يكون جاهز حق العيد على فكره، يعني راح يكون جاهز 100%. اهلا اهلا صباح النور، انا اول واحد تعطيني ايديه. اي حاضر، من الضيف اللي تبيه يطلع وياك غير عبد المجيد؟ الله انغام، الله كان زين انغام، يعني صد كان زين انغام. حوالي الكوت اقل من 100 دينار ما راح تاخذ، ليش اجار؟ ليش بدفع 100 دينار بالله عيديه؟ هو تستاهل عيوني يعني، بس انه ولو لا بلع عمور، تطبيق مشتاق لعيونك راح يشيك عليكم بعد بالعيد، راح يشوف انتوا موجودين ولا مو موجودين، شنو وضعكم، شلون صايره كشخه العيد، وانتوا كيفكم يعني. تبون اسيا؟ حاضر من عيوني، نكلم اسيا ونشوف من عيوني ثنتين. محمد سبيعي صباح الخير، محمد المضف صباح الخير، اهلا وسهلا. اذا انغام وايد ترى، اي والله يا دانا كان زين كان زين. تريك الفصام صباح الخير حبيبي. نبي مجيد واحمد الشقيري، اقول لكم شيء، احمد الشقيري قاعد احاول اني اتواصل وياه بالفتره اللي طافت وللاسف ما قاعد الاقي رد، فان شاء الله اول ما يصير في تواصل بيني وبينه، حتى لو ما كان رمضان، شقيري يستاهل لايف خاص فيه نطلع فيه لايف. تركي اخوي حبيبي، الناس عبالهم انا اللي كنت بعيش سفاري، لا مو طلال اللي كان بعيش سفاري. منو ضيف اليوم؟ ضيف اليوم الفنانه الجميله روجينا، وبانتظارها بس تكون جاهزه علشان تكون ويانا. بشار الشطي، والله تواصلت وياه من اول رمضان بس للاسف الوقت ما اسعفنا بانه هو يكون ضيفنا. بشار يعني هذا مكانه، يعني هو يرفع سماعة التليفون ويطلع لايف. محمد عنزي شرنوبي ان شاء الله راح يكون بالعيد باذن الله. اغني؟ لا ما اغني، انسوا اغني انسوا، لا دي حتبقى صعبه جدا يعني. لايف مع ميسي، شكرا الكوت انك شايفني اقدر اوصل هالليفل، شكرا. يعني تدري انه ولا مره قابلت نجوى كرم؟ اي والله ادري، حضرت حفل اطلاق عطورها في بيروت بس ما قابلتها للاسف، للاسف يعني. اكيد ودي اقابل، منو ما ودي اقابل نجوى كرم؟ انه ولو نجوى كرم، لا ما ابي ام احمد شكرا، ولا ابي اقابل ام احمد ولا ابي اقرب من ام احمد. ام احمد فشلتني قدام روجينا السنه اللي طافت، ما سوت علينا، صدق ما سوت علينا. روجينا للحين ما جهزت يا جماعه، روجينا للحين ما جهزت، انا ما ادري يعني. اجرب لا هذا التليفون لازم ادق عليها منه. اوكي انطرها هي تدق علي، تصوتون انطرها هي تدق علي ولا انا ارد ادق؟ السنه الجايه يا راشد الماجد بالاستديو ان شاء الله يا رب يا رب. ودي بنوال اخي، والله كلمت ابو سليمان مشعل العروي بس ما لقيت منه رد للحين للاسف يعني. ان شاء الله ان شاء الله اذا صار في رد من ابو سليمان اكيد 100% راح تكون معنا نوال الكويتيه، شو اللي يمنع؟ نبي موسيقي قابل علي، نبي لا ابو حربي، يمكن قاعده مع احمد زاهر، اي يمكن قاعد يخططون هي وتوحه، يمكن قاعد يخططون. انا قاعد اقول انطرها احسن، يعني انطرها احسن مني ارد اذيها صح. اتصل لها انت. اوكي شكله رضوان مزج عليها رياحي لا. انا اتمنى بس ان هي جهزت، احس اني وهقتها والله، انا يعني حاسس اني وهقتها من صدقي يعني. الوقت عندها الحين المفروض على حسب توقيت مصر ان احنا بعد 40 دقيقه بنطلع لايف، فهي يمكن كانت مريحه ومروقه، انا دقيت عليها دوشتها. اذا تبون علي يطلع بشخصيته الحقيقيه خلوني اقابله مع موسيقي، والله لو تنجز عمر عليان، والله لو تنجز، هذه انساها ماكو. انا اوافق ان موسيقي يقابل علي من صدقكم. لا 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 ما حد راح هالسنه، ما حد راح يقابلني، ما حد راح يقابلني يا عمري. وينها يا عمري؟ والله ناطر ناطر يا عمري، بتحكي كتير بسرعة. اي ادري انا من زمان اتكلم بسرعة اصلا. عمر العلياني قابل علي، اشوف فريقي كله قلب علي، كله قلب علي، ايش فيكم؟
عمر علي اي نوال الكويتية عندها مفاجأة حق العيد، قابلها علمنا شنو المفاجأة. والله لا يردون من عيوني. شوفوا من اللي تواصلت وياهم وللأسف ما صار في نصيب، يعني اعتذروا مني. أصالة الحبيبة طلعت معاي بمكالمة في أوبريت أنتو لها، بس كان ودي أنها هي بعد تكون ضيفة من ضيوف اللايف، ولكن للأسف ما صار نصيب. فاطمة الصفي هم تواصلت وياها ولكن أيضا للأسف ما صار نصيب. بشار الشطي تواصلت وياها ولكن للأسف هم ما صار نصيب. ف يعني الحمد لله. ايش رايك تقابل داليا؟ اي والله داليا يا زينها، يا زينك يا داليا. ما ابي اقلب الكاميرا، مرتاح كذي بقعدتي. اللي قاعد يسوي لي ريكوست، ها ها شنو والله ليش بطلع مع احد ريكوست والموضوع المفروض انه مقابله؟ هي مقابله، لازم نكون جاهزين حق المقابله. اوكي كلنا والله، والله كلنا صح. شيء صح. شيماء، شيماء سيف ناطرها ترد. اللي يعرف شيماء سيف خي يكلمها. ناطر شيماء، شيماء المفروض. انا ليش قاعد افلص على ضيوفي الجايين؟ المهم شيماء المفروض من الضيوف الجايين. شيماء سيف المفروض انها هي واحده من ضيوفنا الجايين ان شاء الله. ولا يعني لا تقولون اسامي كذي، لان ترى التواصل مع الاغلب صعب. ولا تنسون بيني وبينكم ان في ناس بمجرد ما نقول لهم نبي مقابله يقولون نبي فلوس، عايزين فلوس، فيصير شوي صعب الموضوع. يعني ما فيش حاجة عن نوال الزغبي بلا يدينا. احنا كلمنا نوال الزغبي في اول رمضان بس لانها كان عندها ارتباط انها تطلع لايف في برنامج روتانا مع حسن البلام، وهي حاطة الموضوع ظهور واحد في رمضان، فكان الظهور بس مع حسن البلام وخلاص. فللأسف ما صار من نصيبنا ابدا ابدا ابدا. علي في طلب تقول هاي حق جروب الخالدية. مو بس هاي حق جروب الخالدية، هاي حق وايد اوادم والله. هاي حق جروب الخالدية، هاي حق جروب الجابرية، هاي حق بيت الدوب كلهم. انا اللي اعرف ان اليوم خالتي العزيزة الغالية متابعتني، ام عزوز وعلاوي وجراحو وعدنانو، صبحت الله بالخير خالتي ومشكورة ان انت متابعة. رياحي لا تكتب لي الشقيري الشقيري، ذكرتني بنصور عباس لما داش لايف جاستن بيبر. لا يما كاتبة حق منو ملوحي؟ امي باللايف كاتبة ملوحي؟ باباراتزي ناطر روجينا تجهز عشان تكون ويانا باللايف، ناطرها بس تجهز. خلينا نشوفها صارت موجودة ولا ما صارت موجودة. روجينا يا روجينا اذا انتي باللايف خليني بس اسلم عليك وتطلعين معاي لايف. علي علي بيجيب لك صينية بيديان. تكفى حمود عنزي تكفى ارجوك في اقرب وقت ممكن. يعني انا بس بعرف امي كاتبة ملوحي حق منو لانها صدمتني. يما شو معرفك بملوحي؟ نوال الكويتية، نجوى كرم، عبد المجيد، انا متأكد انه بيصير نصيب وبتقابلهم اذا مو هالفترة بالفترة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله من عيوني يا رب يا رب. لا ما تقصدني اعرف امي، لان السؤال كان ملوحي شنو وظيفتك، فاكيد مو انا. يعني امي ما راح تكتب كذي حقي، توني سادة منها اصلا. anyway توني سادة منها. زين انا راح اروح اجرب ادق على روجينا علشان اشوف اذا جهزت ولا لا، ونطلع اللايف نكمل. اتوقع ان اليوم لايفنا سهرة. حقي انا تقول ملوحي، شكرا حبيبتي. امي قاعد تقول حق طلال الفصام ملوحي. اوكي انزين ابى اروح ادق على روجينا وارجع اكمل اللايف وياكم. انزين خل اشوف بس اذا روجينا جاهزه ولا مو جاهزه. والهانين عليك امي ام علي، والله والهان على امي وايد صدق، والهان عليها وايد. موسيقي تسلم على البرد. حلو 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 الزواره اللي صايره بالكومنتس عندي حلوه. انا بس قاعد صوتكم، انا صوت الكومنتس، اي كومنت اقراه قاعد ارد عقبه. شنو هذا؟ لو عروس كان خلصت. تستاهل روجينا، تاخذ الوقت اللي هي تبي، تستاهل. خلنا هني قاعدين ننطرك. شلون شلون لازم ادق من هالتليفون؟ روجينا تعرف هالرقم فلازم ادق من هالتليفون. يلا قوموا علي طردنا. لا لا مو حقك يا امي. ادري ماما، ادري ادري متاخر 25 دقيقه. لا لا انا مو متاخر يا روحي، انا كاني موجود معاكم يا عمري. اوكي انا موجود معاكم يا عمري، بس احنا ناطرين روجينا تكون جاهزه عشان ناخذها باللايف. مساعد الصقر راح اطوف اللي قاعد تسويه باللايف، راح اطوف. شنو سحوركم يا جماعه؟ دانا خليتيني اقرا سؤالك. دانا تريع تسال شنو سحوركم يا جماعه. ليش غيرت وضعيه التصوير؟ كذي اريح، ما ادري قاعد احط الطريقه اللي تريحني عشان اقدر احاور على راحتي. انا هذا اهم شيء عندي، ان الحوار هو اللي يكون مناسب كثر ما اقدر. يعني متعود على الاذاعه، فهذه الامور اللي شويه ما افهمها، انه لازم الكاميرا كذي، الاضاءه كذي، لازم تقعد كذي. للحين مو متعود على هالامور هذه ابدا. اوكي روجينا موجوده يا جماعه.
روجينا موجودة، يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. أنطرها بس تسوي أكسبت لأنها سوت لي الريكوست. أشوني ما طلعت اتصلت لأن أنت موجودة. تفضلي يا روجينا. كونكتينج معاها. أهلا وسهلا. أنا يعني أهلا أهلا. أوكي ازيك لازم عامل نعدل ايه؟ كاميرا روجينا أو أنا أقلب تليفوني، كيفكم؟ أنا أقلب لها التليفون. يا حبيبة قلبي ازيك؟ أنا لازم نلف الكاميرا يا روجينا. عايز نلف الكاميرا؟ إيه لأن أنت حاضر صايرة بالعرضة الحين، أنا عايزها بالطول. حاضر. اصلا انت عارف يا علي ان انا ماليش في التكنولوجيا قوي يا علي. أدري والله العظيم أدري. انت انت بص، استنى يا علي، يلا خدي راحتك استنى يا بقى عشان حبيبة اظبط علي. يا علي. ايوه ايوه كده كويس. لو تنزليها شويه حتى، بس تنزليها حتى. حاضر يعني كده ايوه كده اهو، صباح ال كده الجمال كويس. كله. ازيك يا علي عامل ايه؟ انا كويس، انت ازيك وعامله ايه؟ نورتينا يا حبيبتي، نورتينا. ربنا يخليك يا علي، ربنا يخليك. شكرا يعني، كل سنة وانت يا طيب حبيبتي ورمضان كريم، ويا رب الشهر بيخلص خلاص وهو شهر خير وكرم علينا كلنا يا رب إن شاء الله بإذن الله. يا رب، ان شاء الله ربنا يحفظك ان شاء الله. وانا اسف على المواعيد السيئه اللي انا عملتها، ما حسبناش حساب فرق التوقيت بين الكويت ومصر، وعملنا ايوه انت حكايه يعني، خدعتني، فانا قلت لي اسف. واحدة، ايوه قلت لي واحدة يعني في مصر واحدة عادي مفيش فرق. اسف اسف، انا عبالي، انا كنت فاكر ان كل الدول نفس توقيت الكويت، عادي حتعديها لي دلوقتي. ماشي. شوفي انا اللي اعرفه ان روجينا هتعديها، بس انا مش عارف اذا فدوى حتعديها. لا فدوا ما تعديهاش ابدا يا عمري. ازاي تعمل فيا ايوه كده؟ كده ازاي ايوه. تتحكمني؟ روجينا حبيبتي ازاي تفهمني ان الميعاد الساعة واحدة وهو 12؟ لا احنا نقعد بقى ونتكلم. غلطتي 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 يا كبيرة، غلطتي حبيبتي روجينا. في البداية راح نرجع لفدوى، وراح نسولف عن فدوى، وراح نسولف عن النجاح الكبير اللي أنا مبسوط وفرحان فيه قوي، وتماما عندي كامل الثقة وأنا أقول لك إن أنت تستحقين كل هذا النجاح وتستحقين كل هالتميز هذا. بس بالبداية عايز أعرف الأخبار عندكم، أخبار الحظر التجول ولا ما فيش حظر تجول؟ لأن إحنا حظر كلي، ويعني ما نسترجيش نوصل عند الباب أبدا. لا احنا عندنا حظر من بداية من الساعة 9 بالليل، والحقيقة يعني بص انا عاملة لنفسي حظر، انا ما بتحركش من البيت غير للشديد القوي يعني سوبر ماركت، صيدلية بس. انما يعني انا بقول انه لازم نقعد شوية يعني في البيت، يعني لازم نخاف على نفسنا ونخاف على اللي حوالينا، لانه احنا في ظروف قاسية، مش احنا بس، العالم كله في ظروف قاسية يعني، وهو ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى، وهو بيشوف احنا بيختبرنا واحنا لازم نبقى قد الاختبار. الحمد لله الحمد لله. يعني انا بقول يعني نقعد في البيت احسن ولا نتعب ونروح المستشفى؟ يا جماعة ما البيت البيت كويس، صح كويس. ولا لا؟ ايوه البيت كويس، ايوه البيت كويس البيت 100%. كويس قوي. روجينا احنا من مقابله السنه اللي فاتت لما كنت معنا في مارينا ونورتينا ونورتي المكان كله، كانت مقابله ناجحه جدا ولله الحمد. لغايه اليوم الحمد يعني من لله. رمضان السنه اللي فاتت لغايه رمضان اليوم، عرفنا ان بنتك مايا تخرجت وصارت مخرجه، صح؟ مبروك مبروك. ايوه وبنتك الله الصغيره يبارك اللي لك يا كانت علي. تسولف تسولف كتير، الرغايه، حصل لها ايه ايوه الان؟ مريم. طب مريم دي قمر، دي دلوعت العيله كلها وهي الصغيره، وهي اللي معايا على طول. انا مايا خلاص، مايا خلصت الحمد لله معهد السينما قسم اخراج، وهي كانت بتشتغل السنة دي. هي من أول ما خلصت، من أول ما بدأت تدرس في المعهد وهي بتشتغل، يعني اشتغلت مع أستاذ عادل إمام، واشتغلت مع أستاذ طارق العريان، واشتغلت
في حاجات مهمة جدا. الحمد لله برافو الحمد لله، برافو، فخورك. بيت فني، بيت عائلي فني. ايوه، واحنا فخورين فيهم جدا زي ما انت فخوره فيهم يا روجينا. ربنا يخليك يا علي، شنو عرفتي ربنا عن نفسك يخليك. خلال هالفتره هذه، الفتره اللي قعدتي فيها مع نفسك وبديتي تراجعين الامور، الوقت اللي الناس كلها ابتعدت عن الكل وكل واحد صار في بيته، روجينا شنو اكتشفتي عن نفسك؟ والله بص يا علي، انا ما حسيتش بفرق كبير. انا لانه انا بحب البيت وبقعد دايما في البيت، انا ما بنزلش الشارع غير لما مثلا بيبقى عندي تصوير، بيبقى عندي حاجة مهمة جدا. انا ما بحبش الخروج، انما لما كلنا قعدنا، مش انا بس، الواحد عاد حساباته في حاجات كتير قوي، عاد حساباته في علاقته بالاخرين، عاد حساباته في علاقته بعيلته، اللي هو الحياة كانت واخدانا من بعضنا، ما كناش بنقعد مع بعض، ما كناش بناكل مع بعض. فجأة اكتشفت انه متعة ان احنا نفطر ونتغدى ونتعشى مع بعض، ده متعة، دي متعة من متع الحياة. انا طول عمري بقول انه في كل محنة منحة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا رب الخير لا يأتي إلا بالخير، ربنا ما بيعملناش حاجة وحشة أبدا أبدا يا علي. فبشوف انه اللي حصل ده انا مش هاخد منه الجانب السيء، انا هاخد منه الجانب الايجابي. الجانب الايجابي انه هو قربنا من بعض، خلانا نقرب من ربنا، لانه انت لما بتحس ان في خطر عليك، اي بني ادم لما بيحس انه في خطر اول حاجه بيعملها بيقرب من ربنا، صح وبيراجع حساباته في اني انا كنت صح ولا غلط، طب سامحني يا رب على الحاجات اللي عملتها، طب انا مش هعمل كده تاني، لا انا غلطت في كذا، انا هصالح كذا، انا هعمل كذا. فهي يعني موضوع فيروس الكورونا ده، على قد ما انا بشوف انه شيء وحش جدا وشيء قلقنا، لانه انت بتتعامل مع حاجة سبحانه وتعالى خلقها انت مش شايفها بعينك المجردة بس خايف منها. واحساس الخوف يا علي اصعب احساس في الدنيا، لانه انت الخوف ده ممكن يوصلك لمرحلة ان انت تكتئب، ان مناعتك تقل، انك تخاف. الخوف من الخوف بيموت صح حقيقي. فأنا طالما لما ما بنزلش ببقى كائن كويسة جدا جدا ولطيفة ومتعايشة، وبحافظ على البيت وعلى البنات وعلى أشرف وبتاع. لما بنزل بخاف، يعني بيجيلي مش بخاف على يعني وأنا بصور البرنس في آخر أيام، لما كنت بنزل أنا كان بيجيلي بانيك، ما بقدرش اخد نفسي، ضربات قلب سريعه وضغطي بينخفض تماما، بيقول لي دكاتره. فمره محمد سامي قاعد معايا فبيقول لي هو انت، انا عارفه ان انت ايمانك بربنا كبير، انت خايفه من الموت؟ قلت له لا بالعكس، انا مش خايفه من الموت ابدا، انا خايفه على بناتي. يعني انت لما بتحافظ على نفسك بتحمي اللي حواليك يا علي. صح فانا خايفه على بناتي اخد فيروس من التصوير واروح البيت، هما ما لهمش ذنب، ده كان كل خوفي. صح ولما كان بيحصل لي كده في التصوير غصب عني يعني. وبعدين هو اصعب احساس ان انت تخش على زمايلك ما تقدرش تسلم عليهم، بس احلى ما في الموضوع ان انت كنت بتقول السلام عليكم، صح افشوا السلام، صح يعني سلام عليكم، اللي هو ايه الرسول قال لنا عليه، عليه الصلاة سلام والسلام. عليكم، ده احسن تحية يعني. صح. روجينا، كون ان انت اكبر واحدة من بين اخوانك وفي اربعة اصغر منك، الحاجة دي علمتك المسؤولية وانت صغيرة ولا عادي؟ من صغري وانا متحمله المسؤوليه، انا شخص مسؤول جدا جدا من صغري، لان انا كنت اكبر اخواتي، وانا يعني انا اللي ربيتهم مع امي، وهم ما بعتبرهمش اخواتي، بعتبرهم ولادي، وهم كبروا على قدام عيني وفي حضني، ودايما كنت مسؤولة عنهم، ولغاية دلوقتي أقول لهم أنا مش أمكم، مش أختكم الكبيرة، أنا أمكم. فطبعا تحملت مسؤولية علي. أنا متجوزة عندي 18 سنة، فده تحمل مسؤولية كبير قوي. يعني أنا دخلت معهد فنون مسرحية من سنة أولى، اتخطبت، اتجوزت، خلفت، فده قمة المسؤولية. يعني أنا دلوقتي بقول إن أنا ما بقاش عندي مسؤولية، ولذلك أنا في الفترة دي ما كنتش فاضية قوي للفن على قد دلوقتي. أنا دلوقتي لا، بناتي دي مسؤولية تربية، إنما فأنا للتمثيل قوي. إنما في الأول أنا كنت طالبة في المعهد ومتجوزة وعندي طفلة، يعني أنا فاكرة إن أنا كنت بروح المصير
اصور، كنت باخد ميه بنتي في البوست وانا بصور. فدي يا على حبيبتي قد ما هي كانت مسؤولية كبيرة، يا على قد حبيبتي ما هي عملت لي تجربة كبيرة قوي في حياتي. ممتاز ممتاز. روجينا، إذا في أي حد حواليك خليه بس يشوف الكونكشن عندك، إذا واي فاي ولا 3G ولا LTE أو غيره، بس علشان نتأكد أن الصورة تكون واضحة، لأن صورتك بقت مغبشة شوية باللايف. صوتي طيب حاضر. مايا ولا لا انا مريم، عندي مين اللي الواي فاي حيساعدنا؟ تمام. ايه بقى؟ مريم الواي فاي طبعا. تمام؟ طيب معلش مريم هي اللي معلش ماسكه تسمعي النصيحة، التكنولوجيا. انا معلش تمام. حاولي انا تفصلي صوتي من ايه؟ الواي فاي. صوتك تمام بس الصورة مغبشة شوية. الصورة مغبشة شوية. طب اقفل وادخل الواي تاني. فاي عندك تمام؟ طيب هسألك سؤال، أنت شايفاني كويس؟ أموري تمام عندك؟ انا شايفاه كويس جدا. طيب خلاص، أنا يعني هعمل اكس وارجع اعمل لك انفايت تاني عشان تكون الصورة ممتازة، تمام؟ طيب اوكي طيب، انا اسف يا روجي على يلا. كل على كل ده، بس حبعت لك كمان ريكوست تاني علشان نحرص ان الناس اللي قاعدين يتابعونا قاعدين يشوفون افضل شكل للمقابلة، وقاعدين يشوفون افضل صورة ويسمعون افضل صوت، علشان تكون مقابلتنا بشكل جدا سليم وصحيح. انا اسف يا جماعه. الحين تقدرين ان انت تسوين اكسبت روجي علشان تكونين معانا باللايف، ورد نكمل نقاشنا والاسئله اللي موجوده عندنا والمحاور اللي بنتكلم عنها، بس علشان اتاكد ان الصوره عندكم تكون تمام. دانا الحمادي او ربعي اللي قاعدين يتابعون لايف، بليز دزوا لي واتساب اذا الصوره كانت عندكم تمام ولا ما كانت تمام، على رقمي الثاني مو اللي انا طالع منه لايف، بس عشان نتاكد ان امورنا تمام مع روجينا اللي انا دزت لها ريكوست وناطرها تسوي اكسبت علشان ترد تشبك معانا مره ثانيه وتكون معانا لايف. روجينا يا روجينا يا عسل يا روجينا، اندمجنا بس للاسف الكونكشن شويه احيانا ممكن ياذينا فيسبب مشاكل. اوكي روجينا اصلا مو موجوده باللايف، اظن ان هي طلعت من اللايف وراح ترد الدش مره ثانيه. انا تمام اوكي عمور، شكرا شكرا. إيه هي كانت صورتها تمام، إيه هي تروح وترجع، إيه نفس اللي كان قاعد يطلع لي الظاهر. خلاص الحين نرجع نضيفها مره ثانيه ان شاء الله وتكون الصوره تمام مع روجينا، بس اول ما ترجع معانا باللايف، لان هي حاليا مو موجوده معاي باللايف. وينكم خسروا فياكم على ما ترجع لي روجينا، اخفت بتكتب لي كومنت او غيره. يا زينها يا زينها يا زينها، عفستها عفسه الدين والدنيا اليوم وهي حبيبتي معاي ومساعدتني ومتحمله وطالعه لايف، وكافي الوقت اللي عفسناه، كافي الكونكشن اللي قاعدين نحاول نشوف شنو مشكلتها. روجينا اول ما تكونين معانا باللايف بس اكتبي لنا اي حاجه علشان نرجع نكمل محاورنا واسئلتنا. ادري ان الناس طماعين جدا انهم يتعرفون على الشخصيه اللي في هالسنه هذه خلت الناس كلها تتكلم عنها. روجينا غير انها هي نجمه في عده مسلسلات سابقه، الا ان شخصيه فدوى في مسلسل البرنس هالسنه اقدر اقول بان هي الشخصيه الاكثر اثاره للجدل بردود الافعال اللي قاعدين نشوفها عن مسلسل البرنس، واللي هو واضح جدا بان الاعلى متابعه ومشاهده على مستوى الوطن العربي. حصه نفان موجوده باللايف، صباح الخير حصه، كانت مقابلتنا عجيبه امس يا حصوص، حياك الله. زين انطر بس روجينا تكون موجوده علشان نسولف ونكمل نقاشنا. ها شنو، منو اللي بيفضفض باللايف؟ لا لا مو وقت فضفضة الحين، كلش مو وقت فضفضة الحين. شكرا يا عثمان مسيليم، شكرا يا حبيبي، شكرا من ذوقك يا حبيبي انت. روجينا تعدل النت حقها وراح ترجع، اي بس ان شاء الله يتعدل الانترنت وياها وترجع معانا باللايف، ورد نكمل حوارنا ورد نكمل مقابلتنا. عشان كذي انا احب الاذاعه، عشان كذي احب المقابلات هناك، عشان كذي تظل الإذاعة إذاعة لو مهما صار، يظل تأثيرها مختلف تماما لو مهما صار. وضعنا هناك غير وأمورنا هناك غير. روجينا مو موجودة باللايف للآن. روجينا موجودة باللايف، أيوة روجينا كاهي موجودة باللايف. دلالي أختي أم حمد، ما نحرم منك يا حبيبتي، ما نحرم منك. روجينا موجودة وكل أيوة ايوه أيوة يا من علي الأول من الأول. رجعنا. ايه كده كويس. نزليها نزليها حبة. حاضر يا علي.
انا ادري اني انا يعني تعبتك معايا اليوم قوي والله العظيم. كده كويس؟ كده ممتاز يا حبيبي، اهلا وسهلا. انا الإرسال كله تمام؟ الصوت والصورة والأمور كلها تمام عندي، هي تمام عندك؟ طيب أيوة أنا تمام. ممتاز جدا، ممتاز. احنا كنا بنتكلم عن المسؤولية والأمور دي، وأنا عارف بأن برج الحمل شخصية قيادية، وأنا معاك من برج الحمل، صح؟ أيوة زي. أيوة صح. الشخصية القيادية روجينا تأثر عليك، تأثر عليك في أماكن مثلا خلال الشغل ولا خلال التصوير، خصوصا لما أنت دورك هناك ما يكون قيادي، يكون في قائد للعمل اللي هو مخرج العمل او غيره. تقدرين ان انت تمشين على هذه الامور وتتعاملين بشكل افضل، ولا تحسين ان لا الشخصيه القياديه اللي فيك عايزه تدي نصيحه ولا تغير تغيير ولا تعمل حاجه خاصه فيها؟ لا هو انا هقول لك على حاجه، لانه انا اتربيت، انا برغم ان انا شخص قيادي جدا واعرف اتحمل، علي ايوه وياك يا معلش حبيبي. جالي شخصي تليفون، معلش يا حبيبي، بقول تفضل. لك برغم شخصي ان انا شخص قيادي جدا وان انا بعرف اتحمل المسؤوليه، بس انا اتعلمت من صغري في لعبه التمثيل بالذات، انه انا لما بروح اعمل دور انا تحت قياده مخرج، هو هنا الاستاذ، هو اللي انا بطيعه، طالما وافقت ان انا اشتغل معاه يبقى انا تحت قيادته، يبقى انا هسمع كلامه. اكيد بتبقى كل واحد بيبقى عنده وجهه نظر في الشخصيه اللي بيعملها، بيبقى عنده تفاصيل، بنتكلم في ده كله في البروفات، انما ساعه التمثيل خلاص بقى، يعني انا ما بحبش الجدال في لحظه التصوير، انا بحس ان ده مضيعه للوقت، لانه اللي ذاكر ذاكر، يعني انا ما بحبش اضيع وقت التصوير في جدال وسفسطه، لا انا جاي عشان اشتغل. صح 100% معك روجينا. أظن ياك اتصال مرة ثانية، يا يلا رب ما يكون ياك. تفضلي. معك. هي بتجيك اتصالات كثير يا روجينا، صح؟ أتوقع أن تليفونها قاعد تجي اتصالات وايد، وقاعد تحاول تسوي ديكلاين علشان تكون معاي باللايف. 100% معلش يا روجينا، معلش. هو تمام احنا تحت يعني أمرك معلش يعني تامرين أمر يا حبيبتي، تامرين أمر، معلش بالعكس يعني عينيا ليكي. ايوه يظبطوا لك استنى الكاميرا. اي اظبط لي الكاميرا بس، تمام كده، الجمال كله طبعا ربنا تمام كده. يخليك يعني. طب يا حبيبتي روجينا، ايه هي الغلطة اللي دايما تكرريها من غير تفكير؟ بص عندي غلطات كتيرة قوي، عندي طبتي دي من أهم أخطائي في حياتي، لأنه البني آدم مش لازم يبقى طيب زيادة عن اللزوم. صح. عصبيتي اللي بتخليني أقفل، يعني عندي عصبية ما أعرفش أتعصب على حد، أتعصب على نفسي وأقفل، وتلاقيني تقوقعت وبعدت وخدت جزء كده من حياتي لوحدي، دي من الأخطاء اللي بحاول أغيرها في شخصيتي، بحاول يا رب حتقدري إن شاء الله يا رب. حتقدري. أكتر حاجة بيستغلوها طب إيه هي أكتر حاجة بيستغلوها في روجينا؟ الناس كلها عارفة إن أنا متسامحة، إن أنا طيبة، إنه كتير أوي ما بعرفش أخد حقي من الحياة، أعتقد دي من الحاجات اللي الناس بتستغلها فيها، أعتقد. اوكي روجينا، احنا عارفين لاي درجه روح التحدي عندك، وانت تحبين التحدي بشكل جدا كبير، بس متى تنسحبين من التحدي؟ شنو التحدي اللي ما تحبين تخوضين فيه والتحدي اللي تنسحبين منه؟ التحدي اللي مش هقدر أنجح فيه مش هدخله، يعني من أنا الاساس. أحس من الأساس، يعني أنا لو في تحدي أنا هبقى متأكدة إن أنا هقدر أنجح فيه، ده هتلاقيني بقيت قده، إنما التحدي اللي أنا مش قده هتلاقيني بعدت تمام. أنا مش من الشخصيات اللي بحب الفشل أو اللي بوافق على الفشل، انا برفض صح الفشل في الحياه، وتلاقيني دايما بحسبها، يعني انا شخص لما
في اي تحدي او في اي موضوع بيبقى عيني على النجاح، مش على انه ممكن يبقى فيه. لا، ما عنديش ده، ما عنديش ده في حياتي من وانا صغيره، من وانا عيله لسه في برافو المدرسه. برافو، وواضح للأمانة التعب والتحدي اللي أنت تخوضينه دائما تنجحين فيه بنجاح الأعمال ونجاح الشغل اللي أنت قاعدة تسوينه، وخصوصا إذا برجع حق فدوى. بس روجينا، متى تنسحبين من علاقة؟ لما بدي جدا 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 واللي قدامي يتخيل انه طيبتي او تسامحي خلاني، عارف انت، يعني ضعيفة، تلاقيني انسحبت من العلاقة، او اللي قدامي يحس انه يعني مش يعني اصدقاء او اصحاب، اللي قدامي حاس انه انا خلاص بقيت ملكه، او دي طيبة مهما عملت فيها مش هتقدر تاخد اي موقف، تلاقيني بستحمل كتير 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 لغاية ما ادور ظهري ما ارجعش تاني خالص، ما بعرفش ارجع للأسف، ده عيب في برافو. شخصيتي. لا والله يعني اقول لك شيء، احيانا برافو ان احنا ما نعرف نرجع، لان في ناس يشوفون ان الرجعه عباره عن فرصه للاستغلال مره ثانيه. روجينا صح؟ بس انا عايزه اقول لك على حاجه يا علي، انا بشوف انه البني ادم اللي بيدي كتير للي قدامه وبيحس ان اللي قدامه خد ده خلاص، عارف انت، ده يعني ده بقى ملكي، ده بقى في ايدي، ده بحس انه ما بقدرش ارجع تاني زي ما الضمان كنت، الضمان لانه انا اديت كتير. ده بقى صح. اتضايق، وده عيب فيا. مش طبعا طبعا بيستغربوا ان دي شخصيتي. اوكي روجينا، بس اتاكد مره ثانيه ان احنا تمام، بتشوفيني تمام عشان نسال السؤال الثاني. طيب ايوه اوكي روجينا، يقولون بس بان الناس نوعين بس متح الحين ها. ده انت جميله في كل الحالات يا روجينا. اوكي اظن ان فصل، لا ما فصل ما فصل. اوكي روجينا تسمعيني تمام، تشوفيني تمام؟ يعني ايوه طيب. هم بيقولوا بان الناس نوعين، متحدث جيد ومستمع جيد. روجينا من اي نوع؟ مستمع جيد إلى أن أتحدث، أكون متحدث جيد. ايوه يا يعني أنا كبير، هي دي الاجابات اللي انا بحبها. يعني أنا طيب متحدثة مستمعة جيدة جدا 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 جدا، إلى أن أتكلم متأكدة أن الناس هتسمع بإنصات شديد. صحيح، وعندنا اثباتات كثيره على ان الناس تسمع لك بانصات شديد. روجينا، احنا في برنامجنا او في اللايف هذا نعطي الناس فرصه بان هم اول ما ننزل اعلان الضيف يكتبون اسئله حابين هم يسالوها للضيف، ده قبل تمام. ما نوصل لفقره الكومنتس اونلاين او الكومنتس اللي باللايف. ف ساره ساره مهيد تقول: بعيدا عن التمثيل، مين اكثر مطربه مصريه بتحبي تسمعيها؟ انغام، الله، اكثر اغنيه بتحبيها لأنغام؟ ما جابش سيرتي، وما لا قالش بحب، حاجه. ما قالش حاجة، ما كانش نفسي يقول لي حاجة. لا على فكرة، أنا على الإنستجرام عندي على طول بغني الأنغام، بحب أنغام، يعني بحب كل المطربات المصريات، بس بحس إن أنغام شبهي صح روحي، صح كلماتها بتمسني، مواضيعها قريبة مني حقيقة. يعني ممتاز ممتاز. طيب يقولون يا روجينا بأن مع العمر القناعات تتغير، هل في قناعة كنت مؤمنة فيها وتغيرت 100% بعد ما العمر تقدم؟ والله يا علي، في يعني في قناعات كتير قوي بتتغير حسب السن وحسب الطموح والشباب. في حاجات وانت عندك 18 سنة بتبقى
عندك كده شايف نفسك ان انت اقوى حد في الدنيا، وعايز تخبط في الناس كلها، وعايز تقول انا اهو. مع خبطات الحياة وانكسارات الرحلة اكيد قناعاتك بتتغير، بتخليك اهدى، بتخليك اعقل، بتخليك فاهم انه مهما جريت عشان تخبط ممكن تتخبط انت وتقع، صح، فبتبقى حساباتك اعلى واقوى. ممتاز ممتاز. روجينا، في شيء متعارف عليه بأن الممثلة لما بتكون جميلة دائما يعطونها أو بيحكروها في أدوار البنت اللي بالجامعة أو البنت الهيمة اللي عايشة قصة حب. وأنت شخصيا بالبدايات كنت من ضمن هالفنانات لغاية مسلسل مع سبق الإصرار. برأيك هالفكرة مو لازم تتغير، بأن الفنانة الجميلة لابد بأن هي تكون عندها حرية أيضا في اختيار أدوار غير البنت الجميلة الجماعية اللي عايشة قصة حب رومانسية؟ طيب انا هقول لك على حاجه بقى، يعني ايه هتلغي لك كل الكلام اللي انت بتقوله ده. انا عمري تفضلي. ما شفت نفسي جميله، الله. شفت نفسي بنت مصريه بجمال البنات المصريات، مش فائقه الجمال، ولكن انا بنت مصريه فيا جمال الاخت المصريه والبنت المصريه. ايام ما كنت لسه في المعهد وطالبه في المعهد، انا تحسني اختك، بنتك، بنت خالتك، بنت عمتك، انا واحده من الناس. فانا ما بشوفش نفسي جميلة، يعني جمالي هو اللي وداني عشان امثل، او هو اللي خلاني اخد الادوار دي، لا، انا الناس صدقتني من صغري. فانا عمري ما لعبت على نقطة الجمال دي في حياتي خالص يا علي، خالص، برافو ولا لغاية برافو. دلوقتي بشوف نفسي ان انا جميلة. وما بحبش ما بحبش انه الجمال هو اللي يتصدر، انا بحب جمال الشخصية اللي بعملها هي اللي تظهر للناس طول عمري. برافو. فانا من، يعني هم صحيح المخرجين كانوا حاطيني في حتة البنت حسب السن، وانه انا لسه ما اتحطتش في ادوار تثبت ان انا ممثلة قوية ولا مش قوية، الى ان سبق الاصرار. فهي بالنسبة لي انا سبق الاصرار كانت نقلة كبيرة قوي قوي في حياتي، انه من البنت اللطيفة الرقيقة اللي بابا وماما، بنت قوية لعوب الغاية تبرر الوسيلة، بتعرف تاخد من الحياة اللي هي عايزاها بأي طريقة وبأي ثمن، وما عندهاش حسابات لأي حاجة. فدي كانت نقطة تحول في حياتي. ممتاز. ونقطة تحول في ثانية اليوم موجودة في شخصية فدوى يا عمري، بس صار الوقت الحين ان احنا نسولف عن اعمالك روجينا، بس بالبداية خلينا نتكلم عن ليش ما كررتي تجربة التمثيل بالمسلسلات الخليجية بعد مسلسل قلبي معي؟ بتمنى طبعا لما بتجيلي حاجه والاقيها مناسبه بعمل كده. طبعا طبعا، انا مسلسل قلبي معي ده انبسطت جدا جدا، واستمتعت، واستمتعت بزمايل عمري ما كنت اشتغلت معاهم قبل كده، وقد ايه كانت الكواليس لطيفه، وهم كانوا حابيني وانا كنت حباهم، واكتسبت اخوات واكتسبت صحاب واكتسبت يعني ناس لغايه دلوقتي انا بيني وبينهم عشره حلوه، بكلمهم وبيكلموني، وثقافات مختلفه. والازمه في الموضوع انه زمايلي كانوا هم بيمثلوا بلغتهم وانا بمثل بلغتي المصريه. فانا كنت سعيده جدا جدا بالتجربه، واتمنى طبعا تجي لي تجارب زي دي. اتمنى اعمل مسلسل في الخليج، واعمل مسلسل في الكويت. السنه اللي فاتت عملت تجربه في مسلسل سوري بس اتصور في ابو ظبي، كانت برضو تجربه مهمه جدا جدا بالنسبه لي، هو صحيح أحلى أيام. صحيح. فطبعا أنا ببقى سعيدة بالتجارب دي، لأن أنت ممتع برضو أن أنت تخرج تقابل كده زمايلك في الوطن العربي وتشتغل معاهم، وتبقى في صداقات، وتبقى في ثقافات مختلفة، وتمازج كده بيننا حلو. فطبعا أنا بتمنى ده. انزين، اروح عيال الحق المسلسل الكوميدي سكر زيادة. تجربتك في هذا المسلسل، تحبين الاعمال الكوميدية روجينا؟ تشوفين نفسك قادرة على طبعا الاعمال الكوميدية؟ طبعا طبعا بحب شلون كانت المسلسلات التجربة؟ الكوميدي قوي. واول مره عملت مسلسل كوميدي كان حكايات زوج معاصر، انا واشرف عبد الباقي، وكانت تجربه مهمه جدا جدا في حياتي، وتجربه انا بقول انها عملت لي كده تريننج كممثله، لانه عملت شخصيات كتير قوي مختلفه عني. حتى بيقولوا لي ايه، انت المسلسل ده هيحرقك. ما فيش حاجه اسمها مسلسل يحرق ممثل. ممثل
انا بقول انه طول ما هو عايش عنده شخصيات كتير يقدر يعملها، وعنده حاجات كتير يقدر يقدمها للبني آدم، للشغلانة يعني اللي بيشتغل. فطبعا كنت مستمتعة قوي بالمسلسلات، بمسلسل حكاية زوج معاصر مع أشرف عبد الباقي. وأنا بحب الكوميدي يعني، بحب مش بحب الكوميدي اللي هو إنك ترمي إفيه أو تقول جملة، أنا بحب الكوميديا الموقف يعني. ما فدوى بتضحك، صح. فدوى بتضحك. أنا يعني ده اللي أنا اكتشفته، أنا ما كنتش قصدي إن فدوى تضحك، بس هي الكتابة الورق هي فدوى اللي بتضحك، هي لما بتقول الكلام ده هي بتضحك مش روجينا. طيب، في سؤال من 75 تقول: روجينا ما زعلت ان اسمها بمسلسل البرنس ما كان في مكانة بالتتر، كان محطوط الاسم ورا، يهمك هذا الموضوع روجينا؟ بيفرقش معايا، بيفرق معايا انا اثرت في الناس قد ايه، وانا نجحت قد ايه، وانا الناس حبتني في الدور قد ايه، ده اللي بيفرق معايا. والله هو فرق كثير يا روجينا، هو الحمد فرق لله، كثير. الحمد انا لله. من الناس، يمكن انت تعرفيني، بس علشان اقول لك اياها من كل قلبي والله العظيم يا روجينا، من الناس اللي احب اشوف الناس اللي احبهم ناجحين، احس بفخر، احس كأن نجاحهم نجاحي. وروجينا نجاحك السنه هذه مدوي، تعرفين يعني شنو مدوي؟ يعني الحمد الحمد لله. لله، من الخليج للوطن العربي لغيره. يمكن امس انا وياك كنا قاعدين نتكلم وانت قلتي بالكويت حابيني كثير. هو مو الحمد بس لله. بالكويت يا روجينا، هو بالكويت وفي السعودية والبحرين والخليج، النجاح كبير في هالسنة. شلون كانت تتعاملين وياه؟ اقول لك على حاجه يا علي، يعني قولي انا لي. احب ارجع الحق لاصحابه، وصاحب الحق هو رب العالمين في النجاح ده كله. ونعم بالله، لانه ونعم بالله. انت ممكن تجتهد وتذاكر. انا على فكره بجتهد في كل شغلي، ولما بيجي لي دور، بص الجمله اللي هقولها لك، انا لما بيجي لي دور بتقي ربنا في الدور اللي ربنا بعته لي، لانه ده رزق من عند ربنا. فانا ونعم بتقي بالله. ربنا في الرزق ده، انا عندي شخصيه دي رزق ربنا بعتها لي، فانا بتقي ربنا جدا جدا في شغلي. بس انت ممكن تذاكر وتجتهد وتعمل كل اللي عليك، بس ينقصك اهم حاجه التوفيق من ربنا. صحيح. الدور ده كان فيه توفيق كبير من ربنا سبحانه وتعالى. انا لما حد بيقول لي انت نجحتي اقول الحمد والشكر لله ربنا. ونعم. فانا بجد اللي حصل لي، انا نجحت كتير يا علي، الحمد لله الحمد لله، بس ما نجحتش نفس النجاح ده. ما اعرفش، يمكن ربنا اراد انه يجبر بخاطري، يمكن ربنا اراد يديني نجاح انبسط بيه الانبساط ده. انا بشوف انه النجاح ده هدية من ربنا في الدور ده، يعني نجاحي في فدوى هدية من ربنا ليا، الحمد لله وانتي تستاهلين، وانتي الحمد تستاهلين لله وتستاهلين يا حبيبتي. الله يرزقك ان شاء الله يا رب نجاحات اكثر واكبر، يا رب ويعطيك على قد نيتك يا روجينا يا حبيبي. يا رب. طيب، راح اروح لفدوى يا عمري، بس يلا في يا شرطي عمر واحد هنا. اتفضل يا عمر. طول ما نتكلم عن محور البرنس، الاجوبه تطلع من فدوى بشخصيه فدوى، ولكن روجينا اللي تجاوب. اقول لك على حاجة والله العظيم يا علي، انا مشكلتي ان انا دلوقتي الناس كل ما بتكلم معاها عايزين اتكلم بفدوى، تمام؟ انا تمام. لما باجي اتكلم بفدوى يعني بحس نفسي ان انا غريبة. انا لما بتفرج على فدوى في التلفزيون بقول مين الست دي؟ يعني ازاي الست دي، وازاي بتتحرك كده، وازاي بتبص كده، وازاي قرشانة كده، وازاي شخصيتها كده. والله العظيم يا علي، يعني انا ببقى مستغربه الست اللي قدامي في التلفزيون دي، وطريقه ضحكها، وطريقه علو صوتها، وطريقه قوتها في الحياه. هي القضيه مش كده، القضيه انه الناس عاجباهم وحابين فدوى، الناس حابه فدوى. صح، الناس حابين فهحاول فدوى. اكون معاك فدوى، يعني هحاول طيب، خلينا نشوف، احنا يعني عادي نجرب اجاوب بالسؤال الاول. بطريقه فدوى ولا بدماغ فدوى. لا، بطريقة فدوى بس دماغ روجينا. تمام تمام. تمام طيب هحاول. روجينا، اول شيء، ايش كثر تحبين ادوار الشر؟ بحبها قوي قوي يا عمري. عارف ليه بحبها؟ عشان ادوار ليه؟ الشر دي الناس بتحبها، وهو قدام، ما انت شايف الناس بتتفرج على فدوى وعجبهم فدوى. فدوى الشريرة اللي بتخون جوزها، تاجرة المخدرات، بس فدوى عندها قيم ومبادئ. فدوى بتتاجر في الحشيش، انما البودره لا، ست كم الفدوى.
بتحب فدوى غصب عنها، حبت ياسر. ما هو فتحي برضو مش كويس برضو يا عم، ولا ايه يا عمري؟ لا يا عمي انا خفت. بتحضر ازاي؟ والله العظيم، انا بحس ان فاتنا دي بتحضر. صح والله اه صح. طيب تحبين ادوار الشر لان الناس ردود افعالها عليها، ولا بس الشر اللي قدمته فدوى، اللي قدمته فدوى لانه بشكل مختلف الناس تقبلته؟ ما هي اصل فدوى هي مش الشر للشر، انت متعاطف مع فدوى. يعني صح. انا مش عارفه اجاوب بفدوى. لا لا، فدوى جاوبي بروجينا خلاص. اه هي فدوى شخصيه حقيقيه يعني. هي ست قاست في حياتها، كانت بتشتغل شغاله، عانت، هربت من ابوها لان اتجوز واحده وكانت بتعاملها بمنتهى القسوه. ده بتقول في مشهد لسعتني بالمكوه في رجلي، مظبوط ولا لا؟ صحيح فهي صحيح. شخص مفعول به الى ان جات لها الفرصه ان هي تاخد حقها بايدها لما اتجوزت صاحب الفضل، وهي قد ايه بتحبه وبتكرمه، بدليل ان هي معلقه له صوره كبيره في بيتها، لان هو ده اللي فعلا ليه صح، ليه الفضل عليه. فهذا الرجل خلاها هذه الشخصيه اللي هي تعرف تاخد حقها بايدها، مفيش حد يقف قدامها. وفدوى طلعت دمها خفيف، دماغ خفيف. هي سكر، هي سكر، هي تقولها شنو كبشة شنو بنت عسل وآه شنو والسكر. برافو روجينا، برافو. شنو كانت ردة فعلك أول ما شفتي النص روجينا؟ أنا أول ما كلمني محمد سامي في الدور قلت له هو أنت عايز مني إيه؟ يعني أنا معاك رايحة لفين؟ عملت كل الأدوار الصعبة في حياتي معاك يا محمد، انت ليه شايفني كده؟ انما مش لدرجه تاجره مخدرات، دور صعب عليا، صعب عليا تكوينيا كجسمانيا يا علي، يعني انا من يون انا صغيره، جسمي صغير، صعب عليا انه نقلتها كتير قوي قوي قوي. هي في الجمله الواحده عندها مليون احساس بمليون اداء، هي تعبان وعندها لا هي شخصيه صعبه صعبه. فقال لي انا عارف ان انت تقدري تعمليها وانت احسن حد يعملها. انا محمد دايما هو ده بقى التحدي، يحطني في تحدي اللي احنا كنا بنتكلم فيه بداية الحلقة، هو ايوه يحطني في التحدي ده وانا ابص له كده وعندي ذهول واقول اذا كان هو شايفني اقدر انا مش هقدر، لا انا هقدر وهقدر وهقدر. هو اول يوم تصوير محمد فوجئ بيا، لانه انا من كتر خوفي منها يا علي قعدت اذاكرها كتير، قفلت على نفسي اوضه 10 ايام ما بعملش حاجه غير اني بذاكر بذاكر الست دي، لان الكلام صعب قوي، كلام تقيل قوي، من لغتها كتيره قوي، بتتكلم كلام تخصصي في الحشيش وتجاره المخدرات والصنف والحاجات دي، فكلام بالنسبه لي مش بتاعي انا، مش شخصيتي، احاسيسها مش احاسيسي، لسانها مش لساني، ضحكها مش ضحكي. فانا كنت عايزه فدوى تطلع مني ببساطه اللي هي طالعه في التلفزيون سهله، فعشان تبقى سهله لازم ابقى انا شربتها، بقت لبساني زي ما بيقولوا، لبستني. فانا فدوى مش ما حبيتهاش، ما حبيتهاش، كنت عايزه الوي دراعها، الوي دراع الشخصيه اعرف اطوع فدوى ليه. بص وانا بتكلم عليها بجيب قوتها ازاي. صح. فانا شخصيه تعبتني جدا جدا جدا، شخصيه عذبتني، شخصيه خوفتني، بس لما جت اول يوم تصوير وانا بقى هي لابساني، بتحرك هي، بتكلم هي، ببص هي، ما انكسفتش منها يا علي، لان هي شخصيه بكحه، هي بكحه في كلامها، بكحة في دلعها، بكحة في طلباتها. يعني هي لما جابت واحدة قالت له أنا عايزة أحبك، أنا عايزة صح أحبك، مش واحدة ست بتقول لحد كده. صح فأنا كنت عايزة أكسر حاجز خجلي من فدوى، لأنه أنا قناعاتي مش قناعات فدوى، أخلاقياتي مش أخلاقيات فدوى، وأخلاقياتي لا تتفق مع فدوى خالص. بس هي دايما عشان فيها حس كوميدي، دمها خفيف، اتحبت
حبت صح الناس اختارت لها اي حاجه. صح يعني انا قاعد اشوف، لاني متابع قاعد اشوف مثلا الناس من حلقه امس بيتكلموا عن ورق العنب، مشهد ورق العنب، متخيله يا روجينا؟ سبحان من خلق ورق العنب أقسى من ورق الكرنب. انت شفت أقسى دي؟ بنت ازاي؟ فظيعة فظيعة. انزين خليني اسال السؤال الحين، هذه الامور مكتوبه روجينا؟ اي هذه الجمله مكتوبه؟ طب هقول لك على حاجة، محمد سامي مؤلف صعب جدا جدا جدا. صح محمد سامي كاتب كل التفاصيل في الورق، يعني انا مفيش الواو، ما بنحطش واو، اللام ما تشيلش اللام يعني. وبعدين انت لما بتيجي تقعد قدامه، فلما بتذاكر في صعوبة في المذاكرة، مش انك بتطير منك الجملة فوانت بتشتغل تجيب زيها. اولا مش ايه هتعرف تجيب زيها، لانه الكلام صعب، والكلام مش كلام مدرك، يعني مش كلام بنقوله في الحياة. صح ومحمد عنده سجع في الكلام، يعني صح عنده ته 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 سين سين سين. ده في المذاكرة. انا بحكي لك بقى على التفاصيل في المذاكرة. في المذاكرة صعب جدا جدا، لانه لو انت مش جهاز نطقك حلو، ما تقدرش تقول شين 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 في جملة. لو انت مش جهاز نطقك قوي، ما تقدرش تقول ته 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 في جملة، يعني في كلمة في ته ته ته. فانت لازم تبقى مذاكر كويس قوي قوي قوي، لانه السجع ده هو حلاوته في ايه؟ ان انت لما بتقوله هو حلو في الودن، انما صح صعب في المذاكرة. صح فده محمد سامي. فمحمد سامي كاتب ادق ادق التفاصيل. انت مين؟ انا ضرتك يا عمري، هتزعلي قوي لما تعرف انا مين. بس الايام بتنسي الزعل. بص، انا في لحظه فدوى ما تقدرش تقول غير الكلام اللي مكتوب. هي صح صح فمحمد ما عندوش ان انت تشيل كلمه، او مش كلمه، تشيل حرف او تحط حرف، ثم لما بتيجي تقول قدامه. ما احنا بنيجي نقول المشهد قبل ما نصوره، بنقعد كده نقول المشهد مع بعض. والله لو نسيت همزه يقول لي في هنا همزة، أقول له أنت إيه اللي أنت ما بتنساش؟ هو حافظ الكلام اللي كاتبه، وربنا ممتاز يديله ملكة، يعني ما شاء الله ما شاء الله عليه. سبحان الله. نفس هذا السؤال اللي قاعدة تسأله روان، تقول كلمة يا عمري إضافة من روجينا ولا هي أصلا مكتوبة بالنص؟ لا، مكتوبة طبعا، مكتوبة مكتوبة. بقى في أماكنها كمان، في أوكي أماكنها. يعني أوكي مش هقول يا عمري بمزاجي، لا، هقول يا عمري بعد كلمة كذا. فلا، في أوكي أماكنها. صاحب الفضل في أماكن البوسة، أول يوم تصوير. وإحنا قولي لي قولي لي اسمعك. أول يوم تصوير، أنا بقى لازم أحكي لك عن الموضوع ده. أول يوم تصوير في الديكور، من كنت صورت خارجي، وبعدين ديكوري بقى شقتي، فدخلت لقيت صورة كده كبيرة، صورة مسخة، واحد متصور بروب وتحته شرطة أحمر. فقلت له محمد مين ده؟ قال لي ده صاحب الفضل. نص ساعة بضحك بضحك، قلت له ده جبته ازاي؟ قال لي جبناه وصورناه وعملنا له مش عارفة ايه وايه. قلت له والراجل وافق يتصور ازاي كده؟ قال لي وافق. انت متخيل يعني ايه علي؟ صورة لممثل تقلب الدنيا، تقلب الوطن العربي كله. صاحب الفضل صاحب الفضل. جينا واحنا بنعمل بروفة أول مشهد، تمام؟ تمام فبقول صاحب الفضل وبتاع، فمحمد قال لي إيه؟ أنا عايزك لما تيجي تقولي صاحب الفضل تبوسي إيدك وش كده. وش وضع فقلت له كل ما هقول صاحب الفضل هعمل كده؟ قال لي آه. قلت له هتلخبطني، قال لي ذاكريها ركبيها الله كويس، لأنه أنا في الانفعال بعملها، في اللطافة يا صاحب الفضل بعملها، ببوس إيدي وش، فأنت لازم يبقى تركيزك عالي جدا جدا جدا. قلت له طب تمام. هو محمد يدي الاوردر وانا انفذ على طول، فهو عشان كده بيحبني. ممتاز، لان انت فنانه يا روجينا، انت فنانه وقادره الحمد على لله تقديم اللي ما يقدر عليه غيرك. انا اليوم الحمد لله. سعيد باني اشوف روجينا في هذا العمل، في هذه الشخصيه، في هذا الدور، في هذا النجاح اللي وصل لكل بيت في زمن احنا كلنا خايفين وقاعدين مع بعض ومضطرين نكون داخل بيوتنا ومضطرين ان احنا نداري بعض ونحب بعض. انت دخلتي وصرتي ضيفه حلوه علينا كلنا، والله الحمد لله العظيم
الحمد لله الحمد الحمد لله. أنا لله. اللي أعرفه بأن كل شخصية تعلم، يعني أنا أدري بأن روجينا ما تشبه فدوى أبدا، روجينا أبدا. شخص ثاني تماما، بس شنو علمتك فدوى روجينا؟ علمتني ان انا اعرف اخد حقي من الدنيا، علمتني ان ساعات القوة تخلي الناس تعمل لك الف حساب، علمتني انه الشخص اللي دايما متساهل في حقه دايما الناس تدوس عليه. انا قوة فدوى عجباني، بسطتك وانت بتقول بسطتها، ده اللي بحبه في فدوى، بسطتها وهي بتطرح مشاكلها، هي مش معقدة على فكرة. هي لما تقول له انا عايزة اروح اكشف، انا عايزة دكتور، انا غيرت، هي لما بتغير هي احاسيسها واضحة، بتقول انا غيرت، لما بتكره بتقول انا كرهت، لما بتشوف حد احلى منها بتقول لها الله انت حلوة قوي، اول ما شافت علا قالت لها انت حلوة قوي. صح. شخص صريح واضح قوي، انا بيعجبني قوة فدوى، بيعجبني انها بتعرف تاخد حقها من الحياة، بيعرفني بيعجبني وضوحها، ما طيب، بتعرفش تخبي احاسيسها. وتحسين ان هذه الاشياء اللي تعلمتها روجينا ممكن ان هي تاخذها من شخصيات فدوى؟ اتمنى ان انا اكون اتعلمت كده من فدوى. اتمنى روجينا دائما يقولون بان ادوار الشر صعبه على الفنان، يعني وايد نجوم وفنانين نشوفهم يقولون بان الدور الشري يعطينا طاقه سلبيه، هل واجهتي صعوبه بعد ما خلصتي التصوير في انك تطلعين من شخصيه فدوى؟ انا لغايه دلوقتي مش عارفه اطلع من فدوى الحقيقه، لان هو دور سيطر عليا سيطره كامله، ودور يعني دور تعبني نفسيا، دور وانا بصوره عايزه اخلصه، انت متخيل؟ عايزاها تمشي، عايزاها تمشي تمشي تمشي، لان هي لود في قوتها، لود في حركاتها، لود في تون صوتها، لود في ضحكها علي، يعني وهي بتضحك لود، وهي بتتنرفز لود، هي بتغل لود، وهي فيها مناطق كتير قوي متناقضة يا علي، يعني هي تبقى بتضحك وبعدين تروح عاملة بوز تكشيم بشكل، فهي شخص من كتر تناقضها هي كانت خلتني انا كمان ده لود عليا نفسي نفسي، انما لما بدأت اتفرج نعم. عليها حبيتها، حبيتها زي ما الناس حبتها، وقعت بغرامها. وليه الحين تحسين أن فدوى موجودة بين شخصية روجينا؟ طبعا طبعا، لا ما مشيتش ما مشيتش، ما مشيت. ده إنزين، موجود. روجينا زوجك أشرف زكي تقبل شخصية روجينا، تقبل شخصية فدوى، حب الشخصية؟ هو اشرف لانه بيبص للموضوع بشكل اكاديمي، لانه استاذ ومدرس في معهد فنون مسرحيه، فهو فاهم انه ده تمثيل، فاهم ان دي شخصيه صعبه، وانا طالبه اشرف اللي علمني اعمل الشخصيات الصعبه، يعني اشرف كان معيد عليا، فكان مثلا يختار لي اعمل مثلا ميديا، ميديا دي يعني اشر شخصيه في تاريخ الادب العالمي، ميديا دي حبت راجل، خانت بلدها، خانت وطنها، خانت اهلها، وبعدين الراجل ده راح حب واحدة غيرها، فانتقمت منه ازاي؟ قتلت له ولادها وعلقتهم له. بص قمة الانتقام وقمة الشر. فأشرف دايما من وانا طالبة يحبني اعمل الشخصيات دي، وانا ما يعني وقت ما كنت في المعهد ما كانتش تليق عليا الشخصيات دي، كنت لسه مش فاهمة، بس دلوقتي بيبقى سعيد لما بعمل شخصية منافية لشخصيتي او بعيدة عن شخصيتي، لانه ده بيديني عمر اطول في التمثيل، بيديني صحيح. مساحة اكبر كممثلة، فبيبقى سعيد. هو ما بيحبش لما بتكلم بطريقة فدوى في البيت. اوكي. ما هي مسيطرة دلوقتي، يعني هي عايزة وقت عشان تروح. ايوه يعني هو لا، وبعدين انا ما بعرفش ارد يا علي، يعني هو لما يقول لي حاجة ما اعرفش ارد، انا اكتشفت انه في فتره التصوير بقيت اتعامل بفدوى، فلما يقول لي حاجه ارد على طول، رد لا مش هيحصل كذا يا عمري، يقول لي لا بلاش تتكلمي في فدوى في البيت. سيطرة تامة لفدوى. طيب، ايوه تذكرين شنو كان أصعب مشهد على روجينا بالمسلسل؟ شنو كان أصعب مشهد عليك؟ إذا ما ظهر للحين، إذا في الحلقات الجاية خلاص لا تقولينا، مش بس إذا هقدر ظهر اقول، قولي، لا ما ظهرش. ما تقدمين، بص ما هي كل ظهرش. مشاهدها صعبة قوي،
قوي، حتى مشاهدها السلسة صعبة قوي، حتى مشاهدها البسيطة صعبة، لأنه أنت عشان توصل الست دي ببساطة كده وسلاسة وتخش قلوب الناس، ده صعب قوي 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 يعني. بس طبعا أنا لسه عندي مشاهد صعبة قوي، ما مش هقدر أقول عليها يعني. انزين، او اكثر مشهد ضحكتي فيه؟ أكثر مشهد ضحكت فيه اللي بعد ما طلعنا من النيابة وكنا قاعدين كلنا، وأنا بقول لهم بس اللهم صل على النبي، ماسكين إيدينا في بعض كده في النيابة، إيه ولا فرقة رضا، ونضحك. المشهد ده كان أكثر مشهد، ده كان بيضحكني يعني. يعني اقول لك لاي درجه قهرتيني لما شفتك لابسه الحجاب وقاعده بالنيابه وبتتمسكني، قهرتيني يعني محمد قهر، سامي، وانا قاعد اشوف المشهد قهر. محمد سامي لون الحجاب اللي اختاره محمد سامي تفاصيل، لان هي ست كذابه، هي صح ست بارعه في الكذب، صح فهي انت لازم تصدقها. وعملنا المشهد ده من منطلق مش ان انا بكذب، انا كنت شايفه الصوره حقيقيه يعني، انا مش بكذب يا علي، ما كنتش بعمل المشهد ده من كذب، لا انا كنت شايفه ان محمد رمضان رضوان دخل عليا وانا بعد ما صليت العشاء وسبحت وضربني، وقلت له ليه يا رضوان، بمنتهى الصدق. اوكي عشان كده اوكي الناس قالت لك ايه ده انت، ما دي مجرمه، انت كذابه صحيح، ازاي، انا ما كنتش بكذب في المشهد ده، لا ما كنتش كنت بكذب مصدقة انه هو خالص. عمل كده. ايوه انا كنت شايفاه هو عمل كده عشان يوصل للناس انه يا بنت الايه انت ازاي كده. ممتاز. روجينا، في دور تقدم لك وبعد ما رفضتي ندمتي؟ ما احبش اقول، لانه اوكي الدور اللي جالي وما عملتوش مش رزق، رزق حد تاني. بس طبعا اوكي اكيد في ادوار كتير قوي ندمت ان انا ما عملتهاش. في بص في حاجه هقولها لك، لان كنت صغيره وكنت لسه ما بحسبها صح، في مسلسل انا اعتذرت عنه وده بندم ان انا اعتذرت عنه، بس وقتها كنت لسه صغيره، مسلسل اسمه حديث الصباح والمساء، ده انا لغايه دلوقتي بسال نفسي انا ازاي اعتذرت عن مسلسل زي ده، ازاي ده بقى طش الشباب، او اللي كنت بقول لك عليه ان انت ساعات قناعاتك تتغير، ان انت وانت صغير تبقى واخدك الحماس لا وبعد كده تندم. روجينا، من أكثر الأشياء اللي شفتها اليوم وبعد نجاح شخصية فدوى الكبير، بأن الناس يقولون محتاجين مسلسل، وروجينا صارت تستاهل مسلسل من بطولة روجينا، مثل الفنانات اللي قاعد تكون في مسلسلات من بطولتهم على غرار نيلي كريم، غادة عبد الرازق، يسرى. فاليوم الناس قاعدة تقول بأن روجينا أصبحت تستحق بأنها تكون نجمة مسلسل خاص فيها. هل أقدر أقول بأن كلام الناس هذا ممكن يخليك تاخذين الموضوع بعين الاعتبار روجينا؟ بص هقول لك على حاجة يا علي، أنا الكلام ده مديني سعادة لا تتخيلها، لأنه أسعد حاجة إن الناس هي اللي تديك حقك، مش أنت اللي تقول أنا حقي كذا. كل بني آدم بيشوف نفسه أحسن حاجة في الدنيا وأقوى حاجة في الدنيا، ولو أنا ما حبيتش نفسي مش هقدر أحب اللي حواليا، ولو أنا ما شفتش نفسي أحسن حد في الدنيا الناس مش هتشوفني أحسن حد في الدنيا. بس المتعة إنه الناس هي اللي تدي لك حقك. أنا إن الناس عماله تكتب تويتات كتير، وانا بشكر كل الناس، كل الناس الحقيقه اللي بتقول الست دي حقها انها تعمل مسلسل بطوله، بشكرهم، لان هم هقول لك هم بيقولوا كده ليه يعني، من وجهه نظري يعني. انا اتربيت معاهم بقالي عمر بمثل، طلعت السلم واحده واحده، شقيت في الشغلانه دي، حبيتها، اديت لها عمري كله، اديتها جزء من حياتي الإنسانية بشكل كبير قوي قوي قوي، خدت من صحتي ومن حياتي. فهم بيشوفوا انه دلوقتي روجينا من حقها انه ده نوع من التكريم، او من نوع من انه انت ده حقك، او من نوع شكر انت نجحتي يعني. انا بشوف انه الناس يعني بتقول لي انت تستحقي ده. صحيح، وانت فعليا تستحقين. روجينا، روجينا، الحمد هل في لله. تصريح صرحتيه في يوم من الايام وندمتي عليه؟ ما بتعودش اندم، لانه اكيد في الفتره اللي صرحت بيها التصريح ده كان هو الـ الصح في نفس في اللحظه دي يعني، ما بتعودش اندم.
وببقى بصي علي، انا شخص ببقى حذر جدا 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 في تصريحاتي، حذر جدا في معاملاتي مع الناس، لانه انا ما بحبش ازعل حد مني، وما بحبش اقول لحد كلمه تضايقه مني، فببقى مركزه 100% وانا قبل ما اقول لحد اي حاجه او قبل ما اصرح باي تصرف. ممتاز ممتاز. أكثر شخصية حبيتيها في مسلسل لبرنس بالنسبة لك، من الشخصيات اللي كانت حلوة وتأدت بشكل وايد حلو، طبعا غير شخصية فدوى، أنت كمتابعة اليوم قاعد طالعين المسلسل، مين برأيك؟ أكيد كلهم عملوا شغل حلو وكل واحد أدى اللي بيقدر عليه وعطى كل طاقته للدور، بس اللي حبته روجينا، اللي استفز روجينا، منو؟ شوف هقول لك على حاجة يا علي، مفيش ممثل في البرنس مش عظيم، حتى اللي عامل 5 مشاهد عظيم. كل الناس كانت مجتهدة، كل الناس تحت قيادة محمد سامي كانت مركزة جدا، مذاكرة جدا، مجتهدة جدا، كل الناس كانت هايلة جدا 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 جدا. إنما أنا لما أبقى ممثلة واشتغلت كتير قوي 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 قوي، وأقعد اتفرج على طفلة عندها 5 6 سنين في مشهد، فاقعد اعيط زي الاطفال، واعيط اعيط وامسك مناديل وامسح في عينيا، فانا بالنسبة لي مريم دي هايلة صح عبقرية، صح ووصلتني الحالة انه ما اتفرجتش على الحلقة في الاعادة. انت متخيل؟ يعني انا نفسيا في الاعادة يقولي ايه، انا يلا نتفرج، اقول لهم مش هتفرج تاني، مش هتفرج تاني، وجعت قلبي وجع. بقول لك قعدت اعيط زي الاطفال زي الاطفال، لانه محمد كمان عامل المشهد عبقري، وهو احمد بمنتهى القسوه بيرميها في الشارع وبيبعد عنها بالكاميرا، فبتحس انها لوحدها في هذا الكون. لا 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 لا، عظيمه عظيمه البنت. وهي البنت يا حبيبي محمد مختارها، فيها مسحه حزن في وشها وفيها مسحه غلب لازم تطبطب عليها. انا لما كنت بشوفها في صح التصوير هي من غير ما تتكلم بتصعب عليا، حبيبتي، فانا صح صح بجد انا بجد شابوه لمريم، شابوه. اضم صوتي لصوتك. انا مشهد مريم، وخصوصا ان عندي بنت في عمرها، ما قدرتش اشوفه، كنت بطوفه، ما قدرتش. صح خلاص. يعني روجينا، هو في لعبة المفروض ان احنا نلعبها بس انا عايز الغيها، اسأليني ليه؟ ليه؟ لان ابيك تشوفين ردود افعال الناس بعيونك. احنا خلاص الحين بلاش نلعب، نشوف ردود افعال الناس. انا فتحت الكومنتس، انت دلوقتي حتشوفي كل واحد من اللي متابعينا باللايف حيكتب لك ايه. اذا حبيتي سؤال معين جاوبيه، اذا حبيتي تعليق معين ردي. انا بالنسبه لي فتره تواصل الفنان مع الجمهور اللي موجود من اكثر الفترات اللي احبها في الحلقه كلها، وهذا الشيء ما كنا طبعا نقدر نسويه مثلا السنه اللي فاتت في الاذاعه، بس اليوم باللايف نقدر ان احنا نسويه. عندي طبعا قاعده جماهيريه جدا كبيره لك، مو بس بالكويت بل بالخليج، قاعدين يتابعوننا الحين ويحبونك وايد ويتمنوا لك دائما كل خير. ياسر العيله، الصحفي العزيز ياسر العيله، يقول حلقه روعه، هني كاتبين لك اسطوره، والله العظيم اسطوره. الحمد لله انا الحمد متابع روجينا لله. من حاره المحروسه 1997 لغايه الحين. يوسف نجمك يا ابو المطيري، اهلا اميره وسهلا ونجمك صابر. روجينا. عمرك وبرجك؟ عمري انا قلته قبل كده ومش هقوله تاني، قلته في برنامج ابله فايته، او انا بقول لكم اهو تروحوا برنامج ابله فايته هتعرفوا عمري. برج الحمل، وفخوره جدا جدا باني برج الحمل، انا بحب برج الحمل وبحب كل اصحابي لبرج الحمل. برافو اصحابي برافو. اصحابي روجينا، ليش فدوى بكل مشاهدها روج احمر؟ هقول لك على حاجه علي، مره احنا كنا بنقعد نتكلم في التليفون انا ومحمد كتير قوي، لان هو كان بيكتب مشهد مشهد ويروح مكلمني في التليفون يقول لي انا كتبت كذا كذا كذا، فاحنا شفت انا وهو فدوى مع بعض، خلقناها مع بعض، فاحنا اتفقنا انها تحط روج احمر. فمره بقول له محمد في التليفون، كان محمد، انا هقول لك بس رد فعله، محمد هو انا مش ممكن احط فوشيا، مش ممكن احط مبيتي، هو انا هفضل احط احمر احمر؟ قال لي اعوذ بالله اعوذ بالله، ما تقوليش كده ما تقوليش كده. انا حسيت ان انا يعني قلت جرم، فقلت له، قال لي فدوى ما تغيرش الاحمر. قلت له خلاص طالما فدوى ما تغيرش اللون الاحمر بس ما تغيرش اللون، هو شايفها كده محمد وهو كاتبها شايفها كده، ما فدوى ما تغيرش اللون تغيرش الاحمر اللون.
ما تغيرش اللون الاحمر ولا الشد والازرق. دول ثابتين. لا الشد هي بتعمل، بص بص يا عمري، بص يا عمري، خلينا نبقى متفقين كده ان فدوى بتعمل لونين مكياج، الازرق، وبعدين بتعمل اللي هو ايه، اللي هو على مبيتي فاتح ده، دول الالوان اللي الله. بيحبوها. فدوى قعدت ذاكرت كتير لغايه ما شافت ان دول اللي بيليقوا على عينيها فثبتتهم. لا فدوى دي ملك، ملك. توحى كاتبه لك روجينا فنانه متالقه وخلاقه، شنو الدور اللي تحب تاديه في المستقبل؟ بقول دايما انا بحب اي دور يقدم حاجه جديده من روجينا، يقدم شيء مختلف من روجينا، زي فدوى كده. يعني انا لو كنت فكرت انه في يوم من الايام تجيلي شخصيه زي دي، ما كنتش احلم ان تجيلي شخصيه فيها كل الحاجات دي، كل المتناقضات دي. ست حلوه، جميله، لبسها حلو، مكياجها حلو، بتضحك، بتضرب بالبوكس، يعني بتضرب رجاله، عندها معلمه، عندها قوه، عندها شخصيه، الناس بتسمع كلامها، عندها افكار نيره، لما بتقول الافكار يعني هي بتخطط والناس تنفذ، شخصيه قياديه. فانا لو حلمت ان تجيلي شخصيه زي دي كان صعب. فانا دايما اقول ايه، انا بحلم بكل شخصيه تبقى جديده وغريبه على روجين. ممتاز. في باباراتزي واحد من الأصدقاء الناقدين بثقافة عالية جدا كاتب سؤال عجبني للأمانة، يقول: تقديم روجينا لسيدة شعبية نصاعت بياض أسنانها بسبب الهوليوود سمايل لفت انتباه الجمهور، هل تقلل هذه الابتسامة من مصداقية الأدوار خصوصا الشعبية؟ احنا عاملين ده عشان فدوى على فكرة. عاملين هي ده فدوى عشان عاملة فدوى؟ كل حاجة، عاملين ده عشان فدوى. فدوى عاملة كل حاجة، فدوى لابسة لانسر، فدوى عاملة سنانها، فدوى ما بتغيرش مانيكيرها على طول، حتى احمر، فدوى عبايتها، فدوى لابسة عبايات، كل اصناف العبايات، لابسة عبايات خليجي، لابسة عبايات جزائري، لابسة عبايات مغربي، لابسة عبايات تونسي، لابسة عبايات مصري. فدوى مش هي بقت حالة. فعشان كده، وبعدين في حاجة تانية كمان، لأنه الإضاءة لما بتبقى زيادة على الوش فبيعمل اللون ده. اوكي. ليش اغلب اسمه؟ ال اي شوفي ليش الاسم اخر التتر؟ ليش التتر التتر التتر؟ اكثر سؤال قاعد اقراه هو التتر. تفضل يا روجينا. بشكر الناس إن هم شايفيني مش في مكاني الصح، بشكر الناس، اقول لهم ايه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، نجاح فدوى منسيني اي حاجه، الحمد لله. انت زعلتي اصلا؟ لا خالص خالص ما زعلتي خالص، ابدا. ممتاز لا ممتاز، كله يرجع لصاحب الفضل. يا عمري ايه. قولي يا عمري. اظن يا اظن اقول لك عمري، شيء روجينا، خلينا نعم نحضر فدوى ونخليها ترد على نعم الكومنتس هي بنفسها. طيب. انت خليها، هي اللي عايزه تقرا، هي اللي ليه شعرها حتقرا ايه طويل؟ خليها تجاوب عليه. بص يا عمري، ليه شعرها طويل؟ لان فدوى ما بتقصرش شعرها، فدوى شعرها طويل قوي قوي قوي، لان هي شايفه ان الست قيمتها في شعرها. الست اللي شعرها قصير دي ما تبقاش ست، ما تبقاش حلوه كده وجميله، انما الشعر الطويل ده ستر، قوه، جمال. فدوى تحبي مين أكتر، توحة ولا ياسو؟ الاثنين يا عمري. توحة ده حبيبي، توحة ده دماغ، انما ياسو ده اللي بيطبطب، حنين، يدلع كده. جميلة 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 بكل شيء تقدمينه. أنت قمر ليه؟ قاعدين يكتبوا لك. انا قمر أظن ليه؟ أن ده ربنا بقى، يعني الحمد انا ده لله. دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لانه دايما انا دايما بقول انه البني ادم اللي يبقى من جوه متصالح مع نفسه وراضي باللي حاصل له، حابب الناس كلها، دايما اللي هيبقى بره هو اللي جوه، دايما اللي جوه هو اللي بره. صح روجينا، بعد النجاح واليوم انت قاعده تعيشين هالنجاح هذا كله، شنو تعلمتي؟ بص اتعلمت انه المشوار ما بيخلصش، واتعلمت انه لما تطلب من ربنا اطلب بعشم قوي قوي، لانه ممكن
اللي بتطلبه يتحقق، ويتحقق أكبر ما تتخيل وأكبر مما كنت بتطلب وبتحلم. فالعشم في ربنا، يا اتعشم بالجامد يعني، اطلب بالجامد. واللي حصل، أنا طلبت من ربنا إنه يديني نجاح ويكرمني، وكنت واثقة فيه، ودايما أقول يقيني بالله يقين، وربنا اداني أكتر من اللي كنت بتمناه. الحمد لله الحمد لله. اتعلمت إن الممثل دايما لما تبقى واثق في موهبتك مهما يعدي عليك العمر، لا سن يأثر فيك، لا قعدتك في البيت تأثر فيك، لا أدوار ما بتجيش تأثر فيك. أنت واثق في موهبتك، هيجي في يوم من الأيام الدور اللي يخليك عند الناس في الحتة المناسبة، الحتة المظبوطة اللي تستحقها. صحيح صحيح. شوف روجينا، أقول لك على الطموح حاجة، القادم شنو؟ قولي قولي اسمعك، قولي. الطموح القادم اللي ربنا يبعته. لا، اتركي الطموح، انت كنت عايزة تقولي حاجة، قولي لي اياها. كنت عايزه اقول لك على حاجه مهمه قوي. في عز انكساراتي وفي عز ازماتي، في حاجتين ما فقدتش الثقه فيهم: ربنا وموهبتي. الحمد لله. دول الاتنين ما فقدتش الثقه فيهم. كنت واثقه في ربنا جدا 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 انه هيكرمني في يوم من الايام، وكنت واثقه في موهبتي جدا. ولاني كنت واثقه في موهبتي، ربنا بعت لي في طريقي كده مخرج اسمه محمد سامي، فآمن بموهبتي. انا كتبت له كده، قلت له اكتر حد آمن بموهبتي انت. آمن بموهبتي، آمن ان الست دي عندها، شاف اللي انا مش شايفاه فيا او اللي انا خايفه اشوفه فيا. دايما الممثل بيبقى خواف، جبان، خايف. اتعلمت حاجه مهمه قوي 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 يا علي. زمان يقول لك ايه، كنا زمان اول ما اشتغلنا في الليله دي يقول لك اصلا خايفه الجمهور يكرهني، أنا خايف أعمل شخصية شريرة الجمهور يكرهني. لا، أنا اتعلمت إن الجمهور واعي جدا، فاهم جدا، مثقف جدا، بخاف منه جمهوري، وبعمل له مليون ألف حساب لأنه مركز في رياكشني. أنا علي، في مشهد في العربية عملت فيه رياكشن للبنت وهي بتقولي أنا عايزة كيس شيبسي. أنا ممثلة، أنا عارفة أنا عاملة إيه، انا بيني وبين نفسي انا عارفه الرياكشن انا عاملاه فين ليه، لانه انا عامله الرياكشن ده لان انا عندي عقده ما بخلفش، والبت دي مست احساسي انه انا كان نفسي ربنا يديني طفله زي دي، فانا عامله رياكشن اللي هو انكساره، وبعدين بقول لها حاضر هجيب لك اللي انا عايزاه، برجع تاني اللي هو انا مش انا. لقيت الجمهور بيكلمني في الرياكشن ده، صح. جمهور واعي جدا، فاهم جدا. بحب جمهوري لانه واقف في ظهري، ساندني، بيحبني، فرحان بنجاحي. انا بجد يا علي بشكر كل جمهوري واحد واحد، لانه فرحانين بنجاحي اكتر ما انا فرحانه بنجاحي. كل الفانز صح اللي عمالين صح يحبوني ومحتفيين بيا ومبسوطين، بشكر كل الجمهور اللي على الستوري. يعني الحلقه يا علي بتبقى بتتعرض وبيصوروا لي من التلفزيون ويبعتوا لي، انا ببقى طايرة، أنا وأنا بتفرج بروح منزلة، يعني عايزة أقول لهم أنا معاكم، أنا بشكركم، أنا مبسوطة بيكم حقيقي. زمان يا جماعة إحنا، أنا ما كانش عندنا يعني إن أنت متواصل كده مع جمهورك. زمان كان المسلسل يتعرض وبعد فترة تقدر تعرف أنت نجحت ولا ما نجحتش، الناس لما تقابلك في الشارع أنت لحظة بلحظة معايا. صح يعني أنا جمهوري فعلاً بجد، انا بقول بشكر ربنا عليهم، بقول يا رب انت مديني ناس بتحبني، ناس في ظهري، ناس سند، ناس بتقويني دايما، ناس لما بنزل صورة بيقولوا لي احلى كلام عليها، بيعملوا لي طاقة إيجابية. انا بجد بحب جمهوري، ممتاز. بحبهم. في اسئله حلوه من الجمهور وايد روجينا، قول وانا لي. اسف اذا قاعد اخذ من وقتك، بس انا والله معلش، انا مش الناس قادرة ابص، حب. انا مش قادرة ابص عشان بتكلم، فقول لي. عادي، انا قاعد اقول لك. الصحفي العزيز ياسر العيله، اصبح عليه بالخير، يقول هل المشاهد او الكلام المنتشر في السوشيال ميديا عن نهايه مسلسل البرنس حقيقيه؟ استاذ ياسر تفتكر يعني انا لو حقيقي، انا هقول لك حقيقي، يعني انت عايز محمد سامي المخرج والمؤلف يجي البيت دلوقتي يذبحني ليه يا عمري؟ يعني نعمل مشاكل ليه يا عمري؟
لا اقدر اقول طبعا. طيب في سؤال ثاني يقول لو ما كنتي انتي راح تاخذين شخصية فدوى، كنتي حترشحي مين يعملها؟ بتشوفي فدوى كمان كانت حتكون لايقة على مين؟ لا ما اعرفش، لا صعب، سؤال صعب قوي، اوكي. سؤال صعب. فدوى دي رزقي، رزقي اللي ربنا بعتهولي، لانه محمد سامي لما كلمني على الشخصيه دي قال لي انا مفيش حد قدام، مش شايف حد يعمل الشخصيه دي غيرك. عارف صح. انت لما مخرج يبقى مش شايف ممثله تعمل دور غير هذا الشخص، فده رزقي، صح. فرزقي ما حدش ياخده، لان رزقي ربنا بعتهولي، واللي ربنا بعتهولي ما حدش يقدر ياخده. سؤال معلش هني انا ساعات اكون انانيه، يعني ساعات يحق اكون لك في انانيه في نجاحك، ثقتي بربنا. وفي نجاحك كوني انانيه، هذا نجاحك روجينا، استمتعي فيه للاخر، ما حد له حق انه هو يقول اي شيء. اليوم انت تعبتي واجتهدتي وقاعده تشوفين نتيجه هذا التعب، انت قاعده تعيشين احلى شعور عندي، ربنا يديمه عليك يا حبيبتي، يا ربنا رب يديمه. يا رب يا رب هني يديمه عليا ويديمه على كل الناس اللي بتشتغل، كل حد يا بيعمل رب. مجهود يديله النجاح، لأنه أحلى إحساس في الدنيا إحساس النجاح، إحساس بيخليك تحس بالقوة، يخليك تحس بالسعادة، يخليك تحس إن أنت واثق في نفسك، يخليك تحس إن أنت حابب الناس كلها، يخليك تحس إن أنت عايز تمشي تطبطب على الناس كلهم وتقول لهم أنا بحبكم وأنا بشكركم. إحساس النجاح حلو قوي، يا رب يديه لكل الناس، يا رب يا رب. يا رب ان شاء الله. الناس بيتكلموا عن الكيمستري بينك وبين الفنان احمد زاهر، وبيقولوا ان الكيمستري بينكم دائما جميل، وشوهد في مسلسلات من قبل واثبت في مسلسل البرنس. شنو تقولين عن هذا الثنائي؟ بص هقول لك على حاجه يا علي، احمد زاهر ما بقاش بالنسبه لي زميل، احمد زاهر اخويا، اخويا، لانه احمد احنا اشتغلنا مع بعض من حكايه حياه، ثم كلام على ورق، ثم الطوفان، ثم يعني المسلسل البرنس رابع مسلسل. وخلافا من الشغل احنا بقى يعني احمد اخويا، وهدى مراته اختي اللي بحبها وبكن لها كل معزه، وبحب قوي بناته بعشقهم. وبعدين انا طول عمري اقول لاحمد انا بنتك ليلى صاحبتي قبل منك، لان ليلى اشتغلت معايا في فيلم محترم الا ربع، فعشقتها كممثله وهي كانت لسه زقروده صغنطوطه كده قمر، عشقتها وحبيتها وحبيت هدى. وبعد كده لما اشتغلت مع احمد عشقته، فبالنسبه لي احمد مش زميل، هو اخويا. فانا لما بشتغل قدام احمد بيبقى فيه اريحيه، بيبقى فيه ثقه، بيبقى فيه امان، بيبقى عينه عليا، خايف عليا زي ما انا خايفه عليه، تمام؟ وهو بيثق فيا جدا وانا بثق فيه جدا، وفي بينا كيمستري هايل. وانا بقول انه لو ربنا كرمني بنجاح في الدور ده فجزء منه احمد زاهر، لانه لو انا مش قدام ممثل شاطر وممثل قوي اكيد ما كنتش هطلع بالشكل ده، او هنجح بالشكل ده، او الشخصيه هتبقى بالشكل ده، لانه التمثيل دايما هو كيمياء، خد وهات. فالحقيقه انا يعني بشوف انه احمد جزء من نجاحي، يعني احمد زاهر جزء من نجاحي، وانا بشوف انه هو ممثل عظيم وممثل شاطر وممثل مجتهد، مجتهد زي احنا نفس المدرسة على فكرة، يعني احنا عارف انت التلامذة اللي بياكلوا الورق بياكلوا الكتب، احنا بناكل الكتب، احنا واضح التلامذة دول. واضح، والكيمستري بينكم هايل هايل. روجينا، ايوه في أسئلة صعبة شوية، تبيني أقولها ولا أعمل حالي ما شفتهاش؟ هتضايقني ولا مش هتضايقني الأسئلة؟ ما أعرفش، أنا كل اللي أقدر أقول لك إياه، إذا السؤال ما تبين تجاوبينه قولي لي يا علي باس، مش عايز أجاوب، أوكي؟ خلاص هقول لك مش عايز اجاوب يعني. طيب، السؤال الأول يقول هل عملك مع محمد سامي يمنعك من العمل مع غادة عبد الرازق؟ ازاي انا اشتغلت مع غادة عبد الرازق ضد مجهول من سنتين، السنه اللي فاتت، لا اللي قبلها، لا بالعكس خالص بالعكس. او انا بحب غادة، ومش هتكلم على قصتي مع محمد سامي لانه اكيد الناس كلها عارفاها والناس كلها عارفه انا بتكلم على محمد سامي قد ايه. انا لسه بقول ده واحد امن بموهبتي اكتر ما انا كنت مؤمنه بيه، انما انا ما فيش تعارض خالص. وبعدين هو يعني ما فيش تعارض ان انا اشتغل مع الاثنين، انا ضد مجهول كنت بشتغله مع غاده السنه اللي قبل اللي فاتت، وعادي ما فيش مشكله. طيب، السؤال الثاني يقول هل المشاهدات الكبيرة لمسلسل البرنس هي سببها محمد رمضان؟ لو ما كان في المسلسل ما كان راح ينجح للدرجة هذه؟ أكيد طبعا،
على فكرة برنس ده مسلسل محمد رمضان، وانا يعني خليني بقى اتكلم شوية على محمد رمضان، لانه تفضل. محمد اخويا صديقي وعشرة، ومحمد انا اشتغلت معاه الأسطورة ونجحنا مع بعض الحمد لله. اشتغلت معاه مسرحية أهلا رمضان وقعدنا 3 سنين بنعرضها لحد حضرتها الآن. على فكرة، حضرتها على فكرة. طبعا حضرتها طبعا، واشتغلنا هو ربنا كمل بالنجاح البرنس. انا بحب محمد رمضان وبحب احترامه لشغله، بحب احترامه لزمايله، بحب احترامه للمخرج، بحب هو شخص ما بيفكرش في حاجه غير في شغل، يعني ده شغله الشاغل. وبعدين احنا المسلسل ده احنا يعني احنا اللي بيتفرج علينا جمهور محمد عنده قاعده شعبيه كبيره قوي وناس كتيره قوي بتحبه، ربنا يديله كمان وكمان من حب الناس. يا رب. فانا اللي بشكر محمد رمضان بجد، لانه في المسلسل ده هو مدي فرصة يعني الناس كلها تشتغل والناس كلها تمثل والناس كلها تعمل أدوار مهمة والناس كلها. هو بص هو يعني كان ممثل مركز في دوره زي بقية زمايله الحقيقة. فلا طبعا طبعا برافو. يعني محمد، احنا النجاح ده كله محمد واحنا جنبه طبعا. النجاح ده محمد، وانتو جنبه، انتو محمد جنبكم، هو نجاحكم كلكم، طبعا وتستاهلوه والله طبعا العظيم، تستاهلوه طبعا طبعا تستاهلوه. طبعا في ناس قاعدين يتكلمون عن احترامك وحبك لزمايلك، يدل على روحك الحلوة. توحى وانا بحب فدوى، ومحمد رمضان. محمد، ما فهمت السؤال للأسف، ماني قادر حتى أصيغه بشكل صح. في واحدة تقول أنا كل ما أخلص المسلسل بدعي على فدوى. تدعي عليا يا عمري انما بتحبيني بتتفرجي أيوة. علي، يعني بتحبيني يا عمري. أنت اليوم منزلة مقطع تقولين تتوقعون فدوى تقتل مين، فالناس انا هنا ما نزلتش كلها. مقطع، لا استنى بس عشان ما تعمليش مشكلة، الفيديو ده نزله المخرج محمد سامي تمام، في الفيديو ده انا بخنق المخرج. يعني صح. اعتقد ان انا الممثلة الوحيدة اللي بخنق المخرج. فانا الفيديو عجبني الحقيقه، فرحت منزلاه وقلت تفتكروا فدوى، قلت ايه تخنق، بتخنق مين ولا بتقتل مين؟ قلت لا ما انا باينه ان انا بخنق حد، بتقتل مين؟ بس بس اوكي. بس في ايوه. ناس قاعدين يقولون ان روجينا مو قادره تطلع من شخصيه فدوى. شو مش تقولي قادره لهم عنها؟ مش قادره. ها اقول اوكي. لهم ده حقيقي، ده حقيقي مش عارفه. هل اسماء الممثلين بالعمل سبب من اسباب اختيارك للبرنس؟ بلا شك انه اهم الاسباب يعني التركيبه كلها حلوه، اهم الاسباب محمد سامي، واهم الاسباب محمد رمضان، احمد زاهر، كل زمايلي اللي في المسلسل طبعا. بلا شك انه زمايلي اللي بشتغل معاهم دول والاسامي دي، لما بتشتغل مع حد انت مستريح ومبسوط وانت بتشتغل معاه بتدي وبتبقى مبسوط. صح. انا الحقيقه كمان عايزه اشكر حد الحقيقه، وانا اول مره اشتغل معاه وبشكره جدا، لانه هو نفس المدرسه الحقيقه. ياسر ياسر جامايكا ياسر. صح. ياسر، لانه برضو مجتهد جدا جدا، عامل الدور من منطقه حلوه قوي قوي. وانا يعني بتكلم عليه لانه انا اغلب شغلي كان مع احمد زاهر وجامايكا محمد علاء، فانا بقول له يعني مبروك عليك النجاح وهو يستحق الحقيقه. جدا جدا. روجينا، انا سكرت الكومنتس لان انا في كل مقابله لازم اخذ صوره سيلفي مع انا مع الضيف، فالحين حناخذ سيلفي. ناخد سيلفي ازاي؟ بس ابتسمي ابتسمي، انا حابتسم وانت حتبتسمي، وحناخذ سيلفي حلوه كده. يلا ايوه يلا جاهزه؟ اشوف. يلا، جاهز. 1 2. طيب السؤال الأخير يا روجينا،
هل نهاية مسلسل البرنس حتشفي غليل الناس؟ ما اعرفش يا عمر، انا ما بتكلمش في السياسة يا عمري يا عمري خالص. طب ليه يا فدو؟ كلمني في اللي ليه يا اعرفه. فدو؟ انا اعرف في محشي الكرنب، اعرف في محشي ورق العنب، اعرف في الصنف، انما تكلمني في نهاية المسلسل، انا ايش عرفني يا عمري نهاية المسلسل؟ اوكي. انا ابي اقول كلمه حق في روجينا، شكرا لثقتك. انا عارف بان انت كثير من الناس طلبوا منك مقابلات على اللايف، شكرا لان انت خصيتيني في هذا الظهور الاهم لروجينا في رمضان الانجح حتى اللي مر عليها. شكرا على هذا الحب، شكرا على هذه الثقه اللي حطيتيها فيني للسنه الثانيه على التوالي. اتمنى اني ما خيب ظنك ابدا، انا فرحان بنجاحك، فرحان بنجاحك، فرحان بشكل ما تتصور. يعني لما احضر المسلسل حتى مع اهلي افرح اني اقول الانسانه دي اللي على الشاشه دي صديقتي ودي اختي ودي انسانه بحبها وبحترمها. شكرا لذكائك، لفنك، لروحك الحلوه، شكرا لابداعك، وعسى ان شاء الله يا رب يدوم واشوفك دائما مبتسمه كده وفرحانه كده وناجحه كده يا روجينا. ربنا يخليك يا علي. انا اولا بص، انا بشكرك جدا جدا، وانا حبيت اكون معاك في اللايف ده لانه اولا انا عارفه انت فرحان لي قد ايه، وده حساه من أكيد اول دقيقه، وعارفه طيبه قلبك، وعارفه انا بحب برنامجك، وانا السنه اللي فاتت كنت معاك ضيفه واستمتعت جدا، وبحبيت جمهورك لان انت عندك جمهور بيحبك قوي، ربنا يكرمك بيه يا علي يا رب. شكرا يا فانا حبيبتي، كنت لك مبسوطه مبسوطه قوي 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 ان احنا نكون مع بعض السنه دي، لانه انا جيت لك السنه اللي فاتت وانا ما كانش عندي مسلسل، فالسنه دي انا وعلي اخويا وصاحبي وحبيبي بيبارك لي على مسلسل السنه دي. فانا كنت حابه ان انا اكون معاك يا علي قوي 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 قوي. وانا انا اللي بشكرك دائما حبيبتي حبيبتي دائما بظهرك ودائما معاكي. النجاح تجربه جماعيه، وانا فرحان بنجاحك بشكل جدا كبير، وفرحان بنجاحكم كلكم في هذا العمل. ربنا يوفقك ان شاء الله يا رب يا روجينا، واشوفك دائما ناجحه. اذا في عندك اي كلمه اخيره حابه ان انت تقوليها تفضلي يا حبيبي. انا بس بشكر اولا جمهوري، وانا شكرته كتير وبشكره تاني وتالت ورابع. بشكر اولا بشكر ربنا الحمد لله على كل النجاح ده وكل الحب من الناس. بشكر محمد سامي لانه اداني مش فدوى بس، اداني تاريخ من الشخصيات هبقى مبسوطة قوي طول حياتي انه انا قدرت اعمل الشخصيات دي. بشكره لانه شاف فيا جزء انا ما شفتوش في نفسي. بشكر كل القائمين على المسلسل، بشكر كل زمايلي، بشكر كل اللي كانوا قدام الكاميرا وورا الكاميرا لانه هم كانوا حابين المسلسل قوي وكانوا بيجتهدوا قوي. ودايما اقول لكل مجتهد النصيب، والحاجة اللي بتتعمل بحب بتوصل للناس بحب. لو مسلسل البرنس نجح ووصل مع الناس بالشكل ده لان كل الناس اللي كانت بتشتغل فيه كانت بتشتغل باجتهاد بحب بحاله كده من التفاني انا ما شفتهاش في شغل كتير. فالحمد لله الحمد لله. الحمد لله، جميلة فنا خلقا وأخلاقا، جميلة دائما. شكرا لك يا روجينا، ونشوفك بخير إن شاء الله يا حبيبتي. الله يخليك يا علي، ميرسي ميرسي حبيبتي يا علي. تصبحي على ألف خير، تصبحي على ألف خير وانت بصحة وبسعادة، يا رب دايما يا رب ناجح يا ودايما رب. الناس بتحبك لانه اهم حاجة حب الناس، اسعد أكيد حاجة في الدنيا حب الناس. ودايما أكيد بدعي دعوة بدعيها لك اهي دلوقتي، بقول اللهم ارزقني حبك وحب من احبك، يا رب يرزقك حب وحب اللي يحبه يعني يا رب. اللهم اللهم آمين يا رب، امين اللهم اللهم امين يا آمين رب يا حبيبتي. يا ولنا حبيبي. لقاء قريب إن شاء الله بعد ما تخلص هذه الأزمة إن شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. ما احنا حبيبتي قلنا في كل منحة، في كل محنة منحة من رب العالمين. الحمد أكيد لله الحمد لله. أكيد أكيد، وكل ونعم سنة بالله الشعب العربي كله بخير وبصحة يا رب وبسعادة، ويا رب يديم علينا أيام الخير، يا رب وربنا هيعمل لنا كل الخير إن شاء الله بإذن الله. كل سنة يا رب وأنتم يا رب، طيبين. وانت طيبة. نشوفك بخير يا حبيبتي يا روجينا، مع السلامة. مع السلامة مع مع السلامة. السلامة، لاقيكم باكر يا جماعة بلايف ثاني إن شاء الله الساعة 1.
شكرا للفنانة الجميلة روجينا اللي تواجدت ويانا في هذا اللايف وأسعدتنا كلنا. راح ينحفظ اللايف مؤقتا على IGTV لغاية ما ينزل على قناتنا بيوتيوب واللي هي هني مارينا آي، تقدرون أن تشوفون اللقاء إذا طوفتوا. باكر إن شاء الله الوعد هم الساعة واحدة بإذن الله مع ضيف جديد في برنامج ساعة واحدة. تصبحون على ألف خير، مع ألف سلامة.